عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس سليم القاضي النهارده، مش كده يا باشمهندس؟ في موضوع هام جدا، اللي هو خريطه الطريق لتكون مدير مشروع دولي، رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. الحقيقه موضوعنا النهارده هام جدا 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 جدا. بعض الزملاء والاحبه هيقولوا ايه؟ هو احنا مالنا احنا ومباني المباني الخضراء والاستدامه وزاره المشروعات؟ الكلام ده طبعا ما هوش صح قوي. ليه؟ احنا هنشوف النهارده احنا ليه وصلت ان الجرين بيلدينج والسستينابيلتي ما بقتش اوبشنال. هنوضح لكم ما بقتش اوبشنال ليه؟ لان العالم كله بوصل لمرحله دلوقتي ان لازم كل مشروع يتعمل جرين، ولازم ناخد بالنا من السستينابيلتي. وهنتكلم عن الفرق بين الجرين بيلدينج والسستينابيلتي، لان ايه الفرق ما بينهم؟ يعني دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، لان في ناس كتير بتتكلم بتعتبر ان هو في زميله اميره مصطفى رفع ايدها في حاجه يعني عادله، او في حاجه يعني من الاول كده يعني، ولا في حاجه؟ الو، معانا باشمهندس عمر؟ طيب خلينا اقول ليه الموضوع بقى اتس امبورتنت. الحقيقه زي ما بنقول الموضوع ما بقاش اوبشنال خلاص، وده بقى ضروره، وده لازم يعني يؤخذ في الاعتبار انه يبقى في قوانين دوليه وقوانين محليه في العالم كله علشان ان احنا نطبق الجرين بيلدينجز والسستينابيلتي. يعني مش اوبشنال، مش موضوع نقول نتكلم فيه في محاضرات، نتكلم فيه في 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 في, 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 في جلسات ونسيبه نمشي. النهارده ان شاء الله هنستعرض ربنا خلق الدنيا ازاي والانسان وصلها لايه، واحنا مطالبين بايه. يعني احنا دلوقتي احنا الموضوع ما عشان كده بقول ما بقاش اوبشنال، وما بقاش بعيد عن اداره المشروعات، لان لازم اي مشروع النهارده يتحط له، بيبقى له قواعد في الجرين. والجرين الكلام ده يعني ده من زمان يعني. يعني انا شخصيا كنت ماسك مشروع 6.9 بليون في الامارات حوالي 2007 2008 كبروجكت مانجر يعني سينيور انجينير يعني، وكنا بنطبق فيه قواعد الليد بالنسبه للكونستراكشن نفسه، حتى مش بعد ما يخلص، لا من فتره الكونستراكشن. فالكلام ده كلام قديم مش جديد، لكن احنا برضو يعني ايه حركتنا مش سريعه قوي بالنسبه للتطور اللي بيحصل، او بالنسبه للايه للامور اللي بتتطور. طيب الاجنده بتاعتنا النهارده، اول حاجه البيئه كما خلقها الله. هنبين في مجموعه صور كده متتاليه البيئه ربنا خلقها ازاي، وصور من الطبيعه اللي هي صور معمول لها فوتوشوب ولا معمول لها حاجه، زي ما هي زي ما اتصورت. وهنشوف الجمال اللي ربنا خلق الكون عليه، واصل الدنيا كانت ازاي يعني، او ازاي لغايه دلوقتي يعني في بعض الاماكن. الموضوع الثاني، ثم جاء الانسان وتطور وظهر الفساد. ان السبب الفساد اللي حصل في البيئه، واحنا يا معلش انا اسف ان اللفظ يعني يبدو صعب شويه، لكن هو صعب صعب صعب، وما سيحدث وما حاول هنشوف برضه صعب صعب جدا. ما نعرف في العالم حصل في ايه نتيجه وجود الانسان. هنتكلم بعد كده البيئه والانسان. هيبدو ان احنا ما بنتكلمش على بروجكت مانجمنت، بس انا في رايي الشخصي ان لا، احنا لازم نبقى عارفين. يعني مش مجرد ان يطلع لي قانون اعمل جرين بيلدنج، ما هي هعملها ما اعملهاش، يعني مش قانون بخالفه، او خلي بالك من السستينابيلتي، لا مش حاجه اسمها كده. يعني لازم يكون اوبليجيشن دولي، اوبليجيشن محلي، واوبليجيشن من كل الناس ان هي تتبع الجرين بيلدنج رولز والسستينابيلتي رولز. بعد كده تلوث الهواء. بعد
بعد كده هو في تلوث هواء، هو في يعني هو خمس حاجات بتتلوث يعني. تلوث الهواء هنتكلم عليه، وبعدين تلوث الماء، وبعدين تلوث الغلاف الارضي نفسه، وبعدين التلوث الضوضائي اللي هو الضوضاء نفسه بقى، اللي هو النويز، نويز نويز اللي هي الناس عايشه فيها، او ناتجه من الشغل، او ناتجه من في حاجات طبيعيه وحاجات صناعيه هنتكلم عليها كلها. وبعد كده التلوث الضوئي اللي فيه ناس كتير قوي ما سمعتش عنه حاجه لغايه دلوقتي. بعدين في حتة كده بقول أسئلة غير بريئة، هنكمل يعني. وبعد كده هنتكلم على كوكب اليابان، زي ما بنسميه كوكب اليابان، وإيه اللي حصل فيه، لأن كوكب اليابان حصل فيه أكبر كارثة في التاريخ، أكبر كارثة صنعها الإنسان في التاريخ. طبعا عارفينها اللي حصل سنة 42 44 حاجة كده يعني. المهم بعد كده، هل نحن مثل كوكب اليابان نقدر يعني نصلح نفسنا زي ما هم صلحوا نفسهم؟ هنقول نعم، وهنجيب دليل من وسطينا، وفي الاخر هنفتح الباب للاسئله. طيب نبدا. البيئه كما خلقها الله، شويه صور كده، دي صور من الطبيعه، ليس هذه فيها اي فوتوشوب. نتفرج على الجمال، جمال الخالق الاعظم، الخالق الكمال والجمال والتكامل في البر والبحر والجو. صور رائعه رائعه متصوره من الطبيعه عادي، ما فيش فيها اي تدخل ولا في اي حاجه خالص، وطبيعه زي ما خلقها ربنا، سواء صحراء سواء جبال سواء يعني في اي مكان. حتى الصحراء هتلاقيها لو نزلت الصبح هتلاقيها جميله ورائعه، وبس يدخل فيها شويه بشر خلال النهار يعملوا اي اكتيفيتيز، اخر النهار هتلاقيها برقت الدنيا، ايه تبقى يعني شكل تاني غير اللي كان معايا الصبح. انما اشوف الحاجات دي وتحت البحر، شوف زي ماشي ازاي، والجبال عامل ازاي، والجمال عامل ازاي، والشجر عامل ازاي، والالوان. وعلى فكره في اجمل من كده، في اجمل من كده. ثم جاء الانسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اني جعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك عمليك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والحديث اللي كلنا عارفينه وحافظينه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ده مش حديث، ده مش حديث، ده قرآن. معلش سامحوني دلوقتي عشان أنا يعني إيه في الأول كده. فاللي حصل إيه بقى؟ خلينا هنمشي شوية برضه مع إيه؟ مع يا الأخ داروين، قلنا أنا يعني مش موافق على كلامه، على بيت كلامه. ولكن الإنسان تطور، فالصورة دي بتبين تطور الإنسان، تطور وتطور، وقف شوية هو، وبعدين تطور، وبعدين تطور هو مسك حربة، وبعدين تطور وظبط نفسه كده وظبط حاله، وبعدين تطور في الآخر في الباقي. ده التطور الحديث. فتطور أصبح غالبية الإنسان إلا من رحم ربي طبعا أوفر ويت، مشغول على طول بالموبايل اللي في إيده، وامور كتيره جدا ما 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 ما, ما تعنيهوش، مش ولا 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 عاطي يعني ايه اهتمام لما يحدث حوله ولا ما يحدث في العالم. كانت النتائج دمارا وفسادا وتلوثا في البر والبحر والجو. الصور دي صعبه جدا، وانا كنت متردد ان انا احطها، لكن يعني ايه فيها من المآسي اللي يعني ايه يعني هنشوف التلوث اللي حصل من الانسان والحروب والتلوث اللي حصل في البحر والتلوث اللي حصل في الجو وتلوث وادي غابات كامله اتقطعت وادي مدن كامله اتلوثت وادي اشجار اتقطعت وادي اسماك ميته وادي شجر متقطع ادي متقطع وادي حرايق ويعني كلها صور. الحقيقه انا كنت يعني متردد ان انا احطها، بس انا قلت لا لازم نبقى يعني ايه نحطها، ادي الفساد اللي حصل معانا. بنقول ايه بقى؟ فما العمل؟ يعني احنا وصلنا في اماكن من العالم ربنا خلقها جنه على الارض، ونزل الانسان فيها، والانسان يعني
اللي قالوا الملائكه حصل، قالوا وتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ويصب حبل ويقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلم. فالمهم، طب احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا وصلنا كده، هل احنا نسكت على كده ولا لازم ان احنا نستاند اب ونقف نفكر ونشوف ايه الوضع اللي احنا فيه وازاي نقدر نحافظ على الكوكب؟ انا الحقيقه يعني بعد اذن برضو حضراتكم، انا يعني طبعا هو علامات الساعه كلها ظاهره وباينه، ومن ساعه سيدنا محمد ما كان موجود كان ايه انا ايه والساعه كهتين بينصبها الابهام والسباب. يعني الساعه قريبه جدا، قد تحدث دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض. انما انا ما اقعدش زي ما بيقولوا في الفلاحين وفي العام والعموم اتلكك ان لا ده الساعه بتقوم وهتقوم وعلامات الساعه ظهرت واهمل وما بذلش اي جهد في 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 ان انا اصلح احوالي، ان انا اخلي بالي من البيئه واخلي بالي من البشر واخلي بالي من الحياه عموما. هل كلمة البيئه والانسان؟ هنتكلم بقى على ايه؟ معلش سامحوني النهارده ايه البنك الدولي بيعرف البيئه عن ايه؟ بيقول ايه؟ البيئه عباره عن معرفه بايه؟ بيقول الاوضاع الطبيعيه والاجتماعيه لكافه البشر بما يشمل الاجيال القادمه. التعريف ده طبعا صح لغايه هنا، انما بما يشمل الاجيال القادمه دي السستينابيلتي. السستينابيلتي يعني البيئه بتاعي ما هو موجود حاليا، ما انا فيه الان. السستينابيلتي اللي ان انا لازم ما استهلكش كل الناتشرال ريسورسز ولا استهلك اي حاجه في من خلق ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ما اسيبش حاجه للاجيال اللي ورايا. ما اقولش لا ده الايام هتقوم وانا عايش بقى فيعني خلاص بقى يبقى انا ايه اخد كله. مش عايز اشير لحاجه، انما يعني اسهل واقرب يعني تاتش من السستينابيلتي حصل في مصر ايام الملك فاروق، يعني بيقولوا عليه يسموه زي ما سموه غفر الله لهم، يعني منجم السكري كان موجود ومفتوح وبينتج ده. العجائب في يوم من الايام البلد غنيه وفيها رخاء وراح قافل المنجم وقال ايه؟ سيبوه للاجيال القادمه. انا بقول المثل ده ليه؟ لان ده مثل يفهمني يعني ايه سستينابيلتي. ان انا عندي ريسورس اهي وعارف ان هي غنيه وعارف ان هي يعني ممكن تزيد المكان غنى وتزيد المكان رخاء، لكن لازم نعمل حسابنا ان في اجيال جايه بعد كده. فهنا التعريف الاوضاع الطبيعيه والاجتماعيه لكافه البشر، احنا لا الطبيعيه والاجتماعيه، يعني البيئه مش مجرد طبيعه وبس، طبيعه والمجتمع نفسه، المجتمع نفسه عايش مع بعضه ازاي؟ ما دي بيئه. دي ما يشمل الاجيال القادمه. ما يشمل الاجيال القادمه دي sustainability. وده الرباط اللي ما بين الانفايرمنت والايه؟ والسستينابيلتي. طيب التعريف العام للبيئه، البيئه هي ذلك الاطار المحيط الذي يعيش فيه الانسان ويتفاعل مع مكوناته. وان الحفاظ على توازن هذا النظام البيئي وعدم تلوثه يتوقف عن فهم الانسان والمستخدم لهذا النظام. هو ده اللي بنقول عليه دلوقتي. هو اوريدي حصل تلوث، لكن هل انا بقى يعني استكمل هذا الكلام؟ وهنعرف دلوقتي في كم سلايد كم قدام شويه، هنعرف ان احنا وصلنا لمرحله في 100 سنه الاخرانيين دول، مرحله شنيعه ويعني مزعجه ويعني ماساويه يعني. يتوقف على فهم الانسان وهو اللي بيستخدم هذا النظام ده له لمصلحته ووعيه وحسن استعماله والتعامل معه. تعريف تلوث البيئه بقى، التلوث البيئي هو ذلك التغير الذي يمكن ان يحدث في الصفات الطبيعيه والكيميائيه والحيويه. يعني التلوث في الثلاث حاجات، في الطبيعه والكيميائيه والحيويه، مما يسبب تاثيرات ضاره على حياه الانسان. ان انا بستخدم الطبيعه، بستخدم الريسورس الموجوده في الطبيعه، بستخدم الحاجات اللي ربنا خلقها لي، وانا
بضر نفسي بسوء استخدامها سواء بعلم او بغير علم. طبعا هو يعني نقطه صناعيه وحاجات دي كلها راح نتكلم عليه بعد كده، انما لازم الانسان يفكر تفكير متكامل، يعني ما اعملش حاجه وفي الريسك انها هتعمل حريقه واعملها. وترتبط مشاكل التلوث ارتباطا وثيقا بوسائل التنميه. فبينما يسخر الانسان العلم والتكنولوجيا لتحقيق معادلات التنميه لكي توفر له الراحه والرفاهيه، فانه يواجه مضاعفات تلك الرفاهيه والتي تتمثل في ايه؟ في تلوث البيئه. يعني على دماغنا، على دماغنا. ان انا اوفر الراحه والرفاهيه، انما اي حاجه لها ايه؟ لها تلوث، يعني لها بوزيتيف ونيجاتيف. قبل ما نسترسل برضه في حاجه انا بذكرها ودايما بنقولها في مؤتمراتنا وفي اجتماعاتنا، ان العالم كان ممكن ما يحصلش فيه اي فساد لو التزم من اول يوم لغايه دلوقتي بدايره هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها مقفوله. يعني انا اذكر في السبعينات كنت جاي من القاهره على اسكندريه، وكان قدرم واحد سويسري كان موجود قدامي وماشي، لقى بيت فلاح كده وفوقيه قش وحواليه زراعه، فبص كده للمكان وعجب بيه جدا، قال لي الحته دي هي دي الـ 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 احسن حياه واحسن حاجه، ودي دايره مقفوله. يعني ايه دايره مقفوله؟ يعني الفلاح بيزرع الارض بياخد الاكل بياكل ويوكل المواشي بتاعته خلاص، بياخد اللي منكم يعني 10 فلاحين او يعني سمع بيحول لراس كده بيولع بيها الافران فيبقى راس البهايم خلص. مخلفات الانسان بتتحول الى يعني ايه؟ ما هيش كتيره ذاتي، انما ما هياش ملوث، يعني ما بتطلعش تلوث. بعد بتزرع بتتزرع اللي خارج من الانسان ده بيتزرع بيه او الحيوان بيتعمل بيه خلاص. بعدين بيدخل الزراعه تاني فبيبقى دسمات للزراعه، ما بيحصلش بقى ايه اللي هو الايه اي حاجه يعني حاجه نيجاتيف او اللي بيسموه ايه اللي هو اي ضرر يعني. انما الانسان معظم تصرفاته اوبن سيستم، بمعنى ايه؟ لو جينا اي سياره فيها الاول ايه بدور العربيه، ادي ايه دايره كهربائيه بتدور لي الموتور، بعدين الموتور بيروح داير مدور لي الايه الجير بوكس راح مدور لي العجل خلاص، وبنمشي بنتحرك باخد الفايله بتاعتي نتنقل مكان لمكان. اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان في عادم بيطلع ويخرج منين؟ من الشكمان، فده بيسبب ايه؟ تلوث بيئه. عملنا مصنع اسمنت، اخذنا الحجر الجيري وجبنا الصفله وحرقناهم وعملناهم وظبطناهم وولعنا وطلعنا الاسمنت، ممتاز. طيب طلع من عندي ايه؟ البخار والعادم اللي هو جاي من طح من 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 حرق الحجر الجيري والاسمنت يعني عشان الوصول للاسمنت الكلينكر وبعدين يتاخد الطحن. يبقى اذا انا باخد فايده، انا ما بمنعش الانسان ياخد فايده، لكن لازم يعمل حسابه انه ما يطلعش منه في الاخر حاجه تطلع بره، يعني ما يعني حاجه ضاره يعني. خلاص كده عشان نعمل ايه؟ نقول برضه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه خلق دايره مقفوله، وده المقفول احنا فهمناها. فلو احنا وصلنا ان احنا نقفل الدوائر بتاعتنا ما يخرجش مننا عادم او سبب تلوث ونقدر نعمله، وفي صناعات كتيره جدا عملت هذا الكلام دلوقتي. عندي كلمه يعني ايه احب نوضحها عشان نعرف ان ايه ان ممكن الانسان يعني ايه يفكر ويظبط نفسه ويحافظ على 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 الرزق اللي ربنا رزقه لنا في كوكب الارض
زي ما نقعد نقول كل شويه ايه، لا ده اصل علامات الساعه، اصل مش علامات الساعه ممكن توصل دلوقتي، لما ما تحججش بيها ان انا اهمل بقى اوقف دماغي اوقف فكري وما انتجش نهج علمي في حياتي وهكذا يعني. طيب يبقى التلوث السلبي هو ذلك التغيير الذي يمكن ان يحدث في الصفات الطبيعيه والكيميائيه والحيويه مما يسبب تاثيرات ضاره على حياه الانسان وترتبط بمشاكل التلوث الارتباط الوثيق من وسائل التنميه. فبينما يستخدم الانسان العلم والتكنولوجيا لتحقيق معدلات التنميه على راسنا لازم يبقى فيه طبعا خلاص يقول راح فانه يواجه مضاعفات كهربائيه والتي تمست في تلوث سلبي. طيب ارتباط علوم البيئه بالاستدامه، مدى تكيف وتفاعل الشعوب مع بيئتها المختلفه. يعني الناس في ناس عايشه في بيئه زراعيه ارض خصبه والى اخره زي ما كان كنا مصر زمان في وادي النيل زي امريكا زي شرق اسيا زي اي بلد بتتفاعل مع بيئتها المختلفه. اللي في الصحراء برضه بيتفاعل مع الايه؟ مع الطبيعه الصحراويه. وبرضه عشان نتكلم برضه ان في كل بيئه من البيئات كلها في الصحراء في الجبال في الوديان في التلج ربنا سبحانه وتعالى مسخر للانسان ما يرضى الله رزقه. يعني اللي عايشين في الاسكيمو رزقهم موجود ويطلع بيصطاد دبابه بيجيب بيصطاد حيوانات بيعمل عايش وبياكل وبيشرب وكل حاجه فيه صح ولا غلط؟ اللي في الصحراء نفس القصه مبعوت له الرزق اللي هو يضمن له عيشته في الحياه الدنيا وبوعد الله سبحانه وتعالى فانك ايه؟ لا تجوع فيها ولا تعرف. طيب ما هي العوامل اللي انا هتكلم عليها التي ادت الى ظهور الشعوب وتفوقها في مضمارها وافولها؟ هو احنا مش بنسمع عن الفراعنه وبنسمع عن الحضاره الفينيقيه والحضاره السامريه والحضاره الصينيه والحضارات دي جملها اول اخرها اللي هي طلع منها المعجزات الدنيا السبع من ضمنها الاهرامات ومن ضمنها البرج بتاع اللي كان في اسكندريه هنا وسور الصين العظيم كان والى اخره. هي دي مش كانت شعوب وكانت حضارات. ايه اللي يعني طلع الشعوب دي وايه خلاها تفوقها وايه اللي دمرها؟ يعني ايه برضو ده اعتقد ان انا هتشرح بعد كده يعني ايه الفكره ان الدمار الانسان بيجي من بيجي منه هو اللي بينسى بقى ويبتدي يظلم ويبتدي يظلم نفسه قبل ما يظلم غيره ويدخل في فساد للناس نفسها وكل ده وارد طبعا موجود في مثبوت في التاريخ. الحضارات كانت يعني وصلت لمرحله في الخلق سيئه جدا وربنا يعني نهاها علشان الفساد اللي فيه. ادراك الانسان لبيئته وتعامله معها. انا عايش في صحراء لازم اتعامل معاها لانها صحراء واتعامل معاها مع الريسورس اللي فيها على 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 اساس ان انا يعني ايه استغلها واستخدمها. انا مش بقول لا استخدمها بس احافظ عليها. في الارض الزراعيه استخدمها واحافظ عليها. في الجبل استخدمها واحافظ عليها في ناس عايشه في الجبل. يعني انا شفت ناس في جنوب السعوديه كانت عايشه على 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 في في على على في, في, في وادي تحت وعلاقه لها بالحضاره السعوديه وكانوا لابسين ريش. الله يرحمه الملك فيصل طلعهم وعمل لهم يعني تلفريك هناك ويعني ظبط لهم الدنيا. ده كان انا بتكلم على على اخر 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 يعني اخر في التسعينات. فالمهم السعوديه اللي هي يعني قمه الحضاره كان فيه دلوقتي ما فيش الحته دي كلها بقت ايه يعني الحضاره او بقت متحضره وبقت يعني ايه عندها كل حاجه كويسه دلوقتي. يعني انا شفتهم بعينيا لابسين الريش عادي بيشتغلوا مثلا هم بيجمعوا العسل البلد وبيبيعوه وبينزلوا تاني عندهم تحت. فيعني ايه يعني بقول ان يعني ايه ان الحاجات دي عشناها شفناها بعينينا. الوعي البيئي المحلي ودوره في الحفاظ على البيئه يجب عندنا وعي احنا بنعمل ايه وجعلها بمأمن من حدوث تغييرات ضاره ان انا ما تسببش في ايه في اي تغييرات ضاره في البيئه اللي انا عايش فيها. رغبه المجتمع في الحفاظ على البيئه يعني لازم المجتمع ككل يبقى عنده رغبه في الحفاظ على البيئه بتاعته
ما بقاش في اتجاه، لا خلينا بقى ايه نستهلك كل حاجه فيها، خلينا مش عارف ايه، عندنا بترول لا نخلصه، عندنا ذهب لا ننهي نعمل عليه، احنا وبعض الطوفان. لا ما ينفعش، انا في يعني ايه، في لازم في حدود للرغبات، وفي حدود للاستمتاع بخلق الله سبحانه وتعالى. لازم اعمل حسابي ان في اجيال، ان في ابني جاي وحفيدي وحفيد ابني وهكذا. المبادئ الاساسيه للاستدامه نبقى نتكلم عليه، احنا بنتكلم على الاستدامه دلوقتي، التاكيد على الاسس والتقاليد والاديان، لان دي اللي بتعرض على الاستدامه، اللي بيخليني ابص لابني والوراه والاجيال اللي جايه والكلام ده كله ايه؟ الاديان والتقاليد بتاعتي. هتلاقي مثلا يعني في كل حته هتلاقي مثلا يعني لكل يعني لكل بيئه لها تصرفات معينه، او كل بيئه لها اسس معينه للتعامل. فدي ايه؟ الاسس والتقاليد والاديان دي اللي بتظل في الايه؟ او بتحافظ على الايه؟ على السستينابيلتي. جيل بيفهم معنى البيئه والحفاظ عليها مستقبل امن. يبقى لازم عشان نحافظ عليها يبقى الجيل نفسه يفهم معنى البيئه، وده كنا بنقوله من شويه. الناس اللي رافضه تفهم بقى لاسباب شخصيه خاصه بيها، لا تفهم بقى بالعافيه. ولازم يكون في قوانين صارمه دوليه ومحليه. لان يعني برضه هناخد بالنا من حاجه وتحديها بعد كده، ان العالم كله النهارده يعني منطقه الشرق الاوسط، انا بتكلم على اقرب حاجه انا عارفها، وافريقيا لم يتسببوا في تلف اي حاجه، لم يتسببوا في ما نحن فيه من بيئه فاسده. هيبان بعد كده برضه في الكلام ان العالم كله بيدفع ضريبه او ثمن التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي في الشرق والغرب في خلال ال 100 سنه اللي فاتت. وهيبان دلوقتي. يعني حصل تلوث اساسي في الموضوعات الاتيه، يعني زي ما قلنا هم خمس حاجات: الغلاف الهوائي اللي هي بتبقى الملوثات الغازيه، الغازات والكربون والى اخره. الغلاف المائي في ملوثات كتير بقى في جميع انواع المخلفات. الغلاف الارضي بقى فيه ملوثات طبيعيه اللي هي الانجراف والتصحر. الانجراف اللي هي مثلا بيحصل نتيجه سيول، نتيجه نهر ماشي الانجراف، يعني بياخد خامات معاه من حته وديها حته ثانيه. والتصحر اللي هو بيخلي الميه تندر بقى وتبقى صحراء. ودي انا صور انا شفتها على اليوتيوب في افريقيا، اللي كانت مشهوره بالزراعه اللي هي يعني تتاكل العالم كله. ان الارض، ان في ناس دلوقتي بتقف عند حته وتلاقي خرم كده طلع ولا حاجه، تعرف ان ايه؟ اتاري الميه تحت الطبقه السطحيه. وهنعرف دلوقتي بعد كده هنتكلم على ملوثات الغلاف الارضي المتكون من ثلاث طبقات. طبقه فوق سنتيمترات مش كبيره، سنتيمترات هي دي اللي قابله للزراعه وفيها كل المواد اللي هي تصلح للزراعه وتصلح للحياه. وتحتيها طبقه تحتيها، وتحتيها بقى طبقه صخريه اللي هي الاساسيه. فالانجراف فاللي حصل بقى عشان بقول لكم يعني حصل التصحر حصل في ايه؟ ان في افريقيا دلوقتي بتلاقي واحد ماشي يلاقي مثلا حته خرم كده حصل، اتاري الطبقه اللي تحت الطبقه السطحيه طبقه ميه وعايش فيها اسماك، يقوم يحفر حته كده ويحط طعم للاسماك او يرمي حاجه للاسماك، يطلع له بقى السمك من تحت الارض اللي هي اللي حصل فيها تصحر. الفيديوهات دي موجوده على اليوتيوب، وكل واحد يبحث بقى ويشوف، هتلاقيها موجوده اللي ما شافهاش يعني ناس كتير اكيد شافوها يعني. في ملوثات عديده نتيجه استخدام الانسان، سواء في الصناعه بقى، في الملوثات اللي هي نتيجه استخدامه للريسورسز اللي موجوده اللي عنده. في الملوثات الطبيه، دي اهم ملوثات اللي هي بتبدا الغلاف الارضي، اللي هي الريزيدوز او البواقي مثلا، او بيطلع من 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 مثلا من مستشفيات من اي حاجه. بعد كده
النقطة الرابعة الضوضاء. الضوضاء ده من أخطر أنواع التلوث، وعشان برضه نعرف مدى خطورته، إن كان حكم الإعدام في الصين في فترة من الفترات بيحصل إزاي؟ إن هما يعرضوا المحكوم عليه بالإعدام لناس بتضرب طبول جامدة جدا وحاجات نحاسية لغاية ما إيه ما يتجن ويموت، يموت يعني يقع ميت يعني. ودي طبعا يعني الله يرحم بقى الناس اللي كانت بتعذب في السجون، كان برضه بنفس الطريقه دي، برضه بيتعرض الانسان لضوضاء بشكل معين، سواء يعني مش خبطه هو، لا نعرضه لضوضاء. الضوضاء دي بتسبب تشد عصبي، وبتفضل في اندر ستريس اندر ستريس اندر ستريس لغايه ما الانسان يتجن بقى وفي الاخر يموت يعني. النقطة الخامسة الملوثات الضوئية. دي في ناس كتير قوي ما اتكلمتش عليها، ومش موجودة في كتب كتير، ومش موجودة في ايه يعني، دي يعني ايه يعني مش ناس كتير جاست فيها او عرفتها او اول اخره، بس احنا هنتكلم عليها سلايد في الاخر، وهنعرف ان الموضوع ده تطور جدا دلوقتي، بقى فيه التلوث الضوئي، ولو ناس كتير قوي كتب كتير قوي ما جابتش سيرته لحد دلوقتي. طيب هندخل على ايه دلوقتي؟ الغلاف الجوي بقى. الغلاف الجوي خلي بالكم من حاجه، يعني ايه؟ احنا انا كمدير مشروع انا مش مطالب ان انا اكون ديب في كل اللي بنتكلمه، خلي بالنا. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي بنقول اربع دورات رئيسيه تتوازن مع كل المخلوقات. ما تجيش تقول لي بقى اشرح لي بقى الدوره الكربونيه ايه والدوره الهيدروجينيه ايه والدوره الفوسفوريه والدوره المائيه ايه، دي عايزه بقى واحد ايه بتاع كيمياء بقى، واحد يعني ايه زي يعني استاذنا اللي عمل المحاضره امبارح في جامعه المهندسين هنا، المهندس محمد شحاته. فدي في اربع دورات رئيسيه بتتوازن مع كل المخلوقات، دي الاربع دورات اللي هي يعني ايه ربنا حطها عشان تسبب التوازن في جميع المخلوقات، الانسان والحيوان والنبات كل والاسماك. دورة كربونية اللي قائمة على الكربون، والدورة النيتروجينية اللي قائمة على النيتروجين، الدورة الفوسفورية اللي هي قائمة على الفوسفور، والدورة المائية اللي هي الايه؟ المية. ابتداء بقى من الشتاء والامطار والانهار وهكذا، يعني دورة المائية الموجودة في ايه؟ طيب تتفاعل هذه الدورات مع بعضها البعض مكونة ما يسمى بالدورة الحياتية. هم الأربعة دورات دول مرتبطين مع بعض اللي هي الدورة الحياتية، الدورة بتتفاعل فيها جميع الأغلفة البيئية المختلفة. يعني بقى الأغلفة البيئية المختلفة يكمن التفاعل سر الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يعني ايه الغلاف الجوي؟ اللي هم الألف كيلومتر الشفافة اللي بتحيط كوكب الأرض. فدول الأربع دورات دول هم اللي بي إيه؟ اللي هو سر يعني إيه إن ملائمة التفاعلات والاتزانات الكيميائية والطبيعية. وأي اختلال في هذا الاتزان، يعني أي اختلال في الاتزان ده الأربع دوائر دول بيحصل إيه؟ تلوث الغلاف الشفاف اللي هو كوكب الأرض بحوالي إيه؟ 1000 كيلو. يعني أكبر شوية من المسافة بين اسكندرية وأسوان. تخيلين 1000 كيلو في الفضاء يسببها التلوث اللي بيحصل في الأرض. طيب مكونات الغلاف الجوي، الغلاف الهوائي، هنتكلم على الهواء. الهواء النقي الجاف في الخارج من السماء بيتركب من إيه؟ 78% نيتروجين، حجم بقى. الاكسجين حوالي 21%، يعني 20 و95%. ده الهواء النقي الجاف اللي هو ما فيهوش يعني ايه حاجات فاسده، يعني اللي هو ناتشرال يعني. طيب 35% ثاني اكسيد الكربون، يعني الناس بتنوض من ثاني اكسيد الكربون لو زاد عن ايه ده زي ما ربنا خلقه. وعايز ننسق في حاجه، ان دي النسب دي ربنا مش خالقها كده، وخالقها دي كما خلقها الله
ودي الاصح خلاص. 94 من 1000 غازات خامله، نص في الميه بخار ماء، يعني اقل من نص في الميه خلاص. طيب الغازات بقى، اخطر غاز يسبب مشكله هو ايه؟ كلورو فلورو كاربونز، بتؤدي الى تدمير طبقه الاوزون. طبقه الاوزون دي هي الطبقه اللي هي بتحمي الارض من اشعه الشمس او الاشعه اللي هي جايه من خارج الاطار بتاع الكره الارضيه. فتدمير طبقه الاوزون دي هي اللي بتؤدي للتغيرات المناخيه والحرائق والكوارث الطبيعيه، برضه هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل، التي تؤدي الى تدمير الغلاف النباتي، مما يؤدي الى الاقلال من عمليات التمثيل الضوئي. التمثيل الضوئي حاجه مهمه بالنسبه للنبات، والى ارتفاع في درجه حراره الارض، مما يؤدي الى ارتفاع درجه حراره المناخ، والتي تؤدي الى حدوث العديد من الكوارث الطبيعيه من فيضانات وعواصف وخلاف مؤثره على بيئه الانسان. ده من ايه؟ من ايه؟ غازات الكلورو فلورو كاربونز، واحنا بنستخدمها كتير جدا جدا بنستخدمها الانسان كتير جدا، ودي بسبب تدمير طبقه الاوزون. طيب دي السيريال بتاع الايه؟ البروسيس اللي هو بيؤدي للكوارث الطبيعيه. لو استخدامات الصناعيه لغازات الكلورو فلورو كاربون اللي هو الايروسول، زي اللي بيتحط ده لقتل الايروسول اللي بتشتغل مثلا في قتل الحشرات والكلام ده من الاخر. بس له استخدامات كتير، يعني ده اللي احنا اقرب حاجه نعرفها اللي هي الايروسول اللي هو الايه؟ اللي احنا بنموت بيه الذباب او الناموس او الحشرات يعني المنزليه، هنعرفه كده بصوره طبعا. ده له استخدامات ثانيه كتير يعني مش مجاله يعني. غازات كلوروفلو كربون الايروسول بتدمر الاوزون، اللي بيحصل ان الغازات دي بتدمر الاوزون. لما الاوزون بقى بيتدمر بيحصل ايه؟ بيحصل تلوث اشعاعي. الاشعه اللي كان الاوزون حيشها بتدخل بتعمل تلوث اشعاعي جوه ايه؟ بتعدي ال 100 كيلو اللي هنقول عليهم دول، وهتسبب تغيرات مناخيه وحرائق وكوارث طبيعيه. طيب لما بيحصل كده بيحصل ايه؟ يبقى في تدمير الغلاف النباتي. انا عندي غلاف نباتي اللي هو زي ما كنا بنقول دلوقتي في افريقيا، في طبقه خصبه جدا وحجمها مبطر، واحنا دلوقتي احنا بنتكلم ان الطبقه اللي هي يصلح ان الانسان يزرع فيها ويعيش عليها طبقه سنتيمترات. طيب فايه بتدمر؟ التغيرات المناخيه والحرائق والكوارث بتدمر ايه؟ الغلاف النباتي. الغابات دي بيبقى تحتها ارض طبيعيه، لان دي غابات طبيعيه، هتلاقي تحتها ايه؟ هتلاقي ارض جميله وممتازه كل حاجه. مجرد ما نقطع الشجر والكلوروفلور كاربون طلع، الارض دي بقت خلاص بقت اتدمرت. وطبعا قطع الاشجار هيبان دلوقتي، هو بان لنا في الصور اللي فاتت لو تفتكروا، كانت يعني الحقيقه انا ترددت كتير ان انا اعرض الصور دي، لكن قلت بقى ايه؟ ما يعني لازم نبقى يعني ايه؟ نبقى عارفين بالظبط ايه اللي حصل في الدنيا وايه اللي عشان وليه. انا زي ما بقول لكم من رايي ان الجرين بيلدنج وسستينابيلتي ما بقتش اوبشن، ما بقتش اوبشن. اقلال عمليات التمثيل وارتفاع درجه حراره الارض، ارتفاع درجه حراره الارض. السلايد اللي جاي او اللي وراه هنشوف الارض درجه حرارتها زادت قد ايه؟ ارتفاع درجه حراره المناخ، المناخ درجه حرارته بترتفع، تبتدي بقى الكوارث الطبيعيه، فيضانات وعواصف وخلافه، ويؤثر ده على ايه؟ على بيئه الانسان. برضه بالمناسبه دي عايز اقول على حاجه ثانيه ودي سريعه برضه. في برنامج اسمه هارب، انا عارف الكلام ده من زمان، بس طبعا ناس كتير بتعتقد ان انا يعني ببالغ. او برنامج هارب ده موجود في القطب الشمالي، اريا مقسومه ما بين روسيا وامريكا. ده من زمان من زمان، كان ده انا عارفه من اول الالفينات يعني. عباره عن محطات قوه، محطات القوه دي بتتحكم
في كل القوى الطبيعية في العالم. ده مش لا هو خيال علمي ولا هو ادعاء، اللي عايز يدخل على النت يشوف اتش اي اي ار بي، انا مش فاكر دلوقتي، انا فاكر الابريفيشن بتاعه، ادخل شوف هارب اكس اتش اي اي ار بي واعمل سيرش، هتلاقي ان التسوناميات ممكن يعملها هذه المحطات القوة دي. بس الفكرة فيها توازن، عشان أمريكا واخدة جزء وروسيا واخدة جزء تاني، عايزين حتة معينة فيها حرب ولا حاجة عايزين يعملوا فيها زلازل، يعملوا زلازل. حتة معينة عايزين هيجوا فيها بركان، هيجوا فيها البركان. حتة معينة عايزين يعلوا فيها الأمواج. الكلام ده مش خيال علمي ولا هو كلام مش حاصل، ده كلام حاصل. وبس يعني ايه، حبيت برضو اقول لكم ان الكوارث وحاجات فراغ العاصفه الخلل من الاخر ما هوش جاي بس من الغازات دي، لا جاي برضو من سيطره على الظواهر الطبيعيه. اكتبوها معاكم اتش اي اي ار بي، واللي عايز يعمل سيرش يعني. الخطر الأكبر، هنا بقى النقطة اللي أنا عايز إيه اللي عايز نوصل لها عشان نعرف إن الموضوع ما بقاش أوبشن. معلش أنا آسف إن أنا بكرر هذا الكلام، لعل حد يعني طبعًا إحنا كلنا إمكانياتنا، ربنا بيعلمنا، ربنا يزيدنا علمًا يا رب، وكل الناس كلها، لأن العلم هو الأساس دلوقتي اللي العالم كله بيتقدم بيه. أثارت انبعاثات الغازات الآتية الثانية: أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروجين، المركبات الكلوروفلورو كربونية والهالوجينية، التي هي من صنع الإنسان على مر القرن الماضي، القرن الماضي بس، نتكلم عن القرن دلوقتي، خلاص؟ عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتراوح ما بين درجة مئوية ودرجتين مئويتين. يعني ارتفاع درجة الحرارة في فترة من القرن الماضي، في فترة، خلي بالنا دلوقتي مش مدة 100 سنة، في فترة، لأن النهضة الصناعية بدأت، النهضة الصناعية الجامدة بقى واستهلاك الريسورس في العالم كله بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، لما اكتشفوا البترول بقى وبدأت تتحرك والمصانع والصناعات والطاقة النووية والكلام كله بدأ بعد 1942 ل 44 لفترة الحرب الثانية. ويتوقع هنا بقى النقطة، خلي بالنا، أن تسفر عن ازدياد درجة حرارة الأرض في حوالي منتصف القرن الحالي، يعني قبل 2000، احنا دلوقتي في سنة 2000 وكام؟ 2020، 2021، يعني 2050 لو احنا ماشيين بنفس المعدل، متوسط درجة حرارة الأرض ازداد بحوالي 5 درجات مئوية فيما بين الحد الأقصى الذي بلغه في آخر العصر الجليدي، زاد 5 درجات مئوية فيما بين الحد الأقصى الذي بلغه في آخر العصر الجليدي قبل كام؟ 18,000 سنة. يعني في 18,000 سنة دول، ده اللي احنا ايه قاريينه، او ده اللي متقاس، او ده اللي حصل، العلم وصل له والوقت الحاضر. يعني ما بين اخر العصر الجليدي من 15,000 سنه لغايه دلوقتي، درجه حراره الارض زادت كام؟ 5 درجات. في حين ان احنا في ال 100 سنه الاخرانيين زادت كام؟ 4.5 درجات. والادهى من كده، حتى من 700,000 سنه قبل الان لم يزد الارتفاع في الحد الاقصى لدرجه حراره العالم عن 5 درجات مئويه. يعني اكتر من، يعني 700,000 سنه، احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني من ساعه الخلق لغايه 100 سنه فاتوا، او دلوقتي نقول 80 سنه فاتوا، درجه حراره الارض زادت 5 درجات مئويه. وال 80 سنه اللي فاتوا لغايه دلوقتي
هو متوقع ان هي في 2050 هيبقى زايده 4.5 درجات، يعني زايده في 100 سنه قد اللي زادته في 700,000 سنه. بمعنى انه في 700,000 سنه زادت حراره الارض 5 درجات مئويه، وفي ال 100 سنه الاخيره زادت 4.5 درجه مئويه. شفتوا بقى لما بقول لكم ان الموضوع ما بقاش فيه هزار، وان احنا لازم ولا بد القوانين تسن بمنتهى الصرامه وبمنتهى يعني الجديه، وتطبق بمنتهى يعني الانضباط، مش على مصر بس، العالم كله. المشكله ما بقتش مصر ولا بقت العالم العربي، المشكله بقت الكره الارضيه. قد يكون في اماكن ال 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 كمية يعني نسبة التلوث فيها في الأرض مثلا أقل أو إلى آخره، إنما أنا بتكلم على الخطر الكبير اللي هو تسبب في إن درجة حرارة الأرض تزيد 4.5 درجات في 100 سنة قد درجة الحرارة اللي زادت في 700,000 سنة في كوكب الأرض. طيب تلوث الهواء، هنبتدي نتكلم على تلوث الهواء وأسبابه، وبدأوا ياخدوا بالهم منه امتى؟ هنستغرب دلوقتي. لو طبعا تلوث الهواء من اقدم المشاكل البيئيه، وقد بدأت مشاركه الانسان في التلوث الهوائي والظهور منذ ان بدأ الانسان باستخدام النار في حياته اليوميه، يعني من وهو الراجل يعني الانسان الاول اللي كانش لسه لا يعرف يتكلم ولا يعرف يقول حاجه خالص، عارف انه يرسم شويه خطوط على 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 الكف بتاعه، بدأ يستخدم النار، مش كده؟ فبدأ ايه؟ يلوث الجو، لان الحاجه بتتحرق، الدخان بيطلع ثاني اكسيد كربون، فبي ايه بيبتدي اي نعم اي حاجه احنا دلوقتي بنعتبرها ماينور، لكن دي البدايه. وشهد العام 1300 الكلام ده بقى له قد ايه؟ 700 سنه، 720 سنه، صدور اول تشريع بيئي، متخيلين من 720 سنه، خاص بالهواء، عندما اصدر الملك ادوارد الاول ملك انجلترا مرسوما ملكيا يقضي بمنع حرق الفحم خلال ايه؟ منع حرق الفحم وايه؟ ومجلس المنعقد المجلس الملكي بتاعه، يعني ما بقى في اجتماع، هو عنده كان عنده مجلس حكم او الى اخره، طلع مرسوم ما حدش يحرق فحم خلال الفتره دي. يعني شوف الموضوع ماشي ازاي، حتى لما جاي سن القانون سنه لنفسه يعني. بدأت كل تلوث الهواء تظهر بشكل فعلي وجدي بعد الحرب العالمية الثانية اللي أنا كنت لسه بقول من شوية، وظهور البترول وما تلاها من ثورة صناعية ورخاء اقتصادي. حصل رخاء اقتصادي بقى، يعني طبعا كلنا شفنا أوروبا حصل فيها إيه، وأمريكا حصل فيها إيه، واليابان حصل فيها إيه، والصين حصل فيها إيه، طبعا يعني حاجة إيه، رخاء اقتصادي رائع يعني. وقد انتشرت المصانع المختلفة، كما انتشرت السيارات واليات النقل المختلفه. السيارات دلوقتي مش عارف دول اكثر من البني ادمين، واليات النقل المختلفه، باصات بقى وترميات وتكاتك، يعني كل انواع الايه وسائل النقل طبعا بتشتغل ببترول، سواء بنزين او جاز او سولر او الى اخره. فيعني ايه؟ فالبترول، وطبعا وظهور الصناعات، كل المصانع طبعا بتشتغل، في اللي بيشتغل بالفحم، في اللي بيشتغل بالكهرباء، وكهرباء اصلا طالعه، يعني كل انواع الايه استخدام الريسورسز الناتشرال ريسورسز الموجوده. انتشرت المصانع المختلفه، كما انتشرت السيارات والات النقل المختلفه، والصواريخ اللي نصب اهتمام الناس بتطور الصناعه والاقتصادي بدون نظر الى الابعاد البيئيه. يعني عايز اعمل مصنع اسمنت يعمل، مش مشكله بقى طالع منه ابخره ايه، طالع منه عادم ايه، طالع منه تلوث ايه، ما حدش فكر في كده. انا طبعا انا عارفين ان بقى لنا مده ان في دلوقتي في فلترز بتتركب على راس ال 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 المدخنه بتاعت مصنع الاسمنت، وعشان يعني عشان ما يطلعش يعني حاجه تفسد الهواء. وكلام تاني ان ممكن يطلع منه الخامات اللي تطلع من الكلام ده تتعمل ايه؟ اللي هو ريسايكلينج، يعني تشتغل في حاجه ثانيه يعني.
وفي اي حاجه يعني، في مصانع، في مصانع، اي مصانع يعني، اي حاجه بقى فيها ريسايكلينج. انما في بدايتها كانت ايه؟ او حاجات عم تطلع على الهواء خالص. اساسا المصانع المختلفه كانت بتاعت السيارات والات النقل المختلفه، بنصب اهتمام الناس بالتطور الصناعي والاقتصادي بدون النظر الى ابعاده البيئيه، وسبب هذا التطور على حساب البيئه العديد من الكوارث البيئيه التي ظهرت في المعارض. ظهر كوارث بيئيه. ايه بقى اللي ظهر؟ مصادر تلوث الهواء بقى، المصادر الطبيعيه، الغازات المستخدمه من التربه والبراكين والحرائق النباتيه، الحاجات دي بتحصل بشكل طبيعي. سواء بقى طبيعي 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 عادي، لان البركان لازم فيه البراكين، دي حاجه بتاعت ربنا بقى يعني، بيزور امتى بيعمل امتى. انما احنا ممكن نقول بقى دلوقتي برضو ان الحاجات دي كلها حاصله من ايه؟ من التلوث اللي حصل نتيجه زي ما قلنا ال 100 سنه الاخرانيين زياده يعني. هو دلوقتي احنا لو هنقول ان 2050 هتبقى 4.5 درجات، احنا ممكن نكون زايدين لغايه 3.5 دلوقتي ولا حاجه. تلك الغازات المستعمله من التربة وحرائق الغابات، كذلك الغبار الناتج من العواصف والرياح، دي عايزه تكون محدوده في مناطق معينه. الحاجات الطبيعيه اللي بتلوث بتلوث اماكن دون اخرى، اللي هي مش موجوده في كل حته. احنا ما عندناش براكين في مصر لله الحمد، يعني من احسن الاجواء واسلمها واصحها في المنطقه الشرق الاوسط عندنا، عشان كده عليها العين دايما يعني، في امرها يعني الناس بتجري وراها عشان تستعملها يعني. فالمهم هذه المصادر لازم تكون محدوده في مناطق معينه ومواسم معينه، واضرارها ليست جسيمه اذا ما قرنت بالاخرى. ايه بقى الاخرى؟ يعني المصادر الطبيعيه مش هنقول ان هي ما زودتش البوليوشن، لكن بالنسبه للملوثات التانية بقى هنقول، هنتكلم عليها دلوقتي اللي هتيجي في السلايد اللي بعد كده. الملوثات، امثله بقى الملوثات الطبيعيه احنا بنتكلم، خلي بالنا احنا هناخد الخمس عناصر اللي قلنا عليها، الهواء وبعدين الماء وبعدين الارض، الصور اللي في الارض، وبعدين هناخد الضوضاء وهناخد الايه؟ الضوء. طيب الملوثات الطبيعيه ايه بقى؟ غازات ثاني اكسيد الكبريت، كلوريد الهيدروجين، وكلوريد الهيدروجين المتصهر من البراكين المضطرب. اما بيصور البركان بيطلع منه الكلام ده. اكاسيد النيتروجين، كبريتيد الهيدروجين، غاز الاوزون، تساقط الاتربه المتخلفه عن الشهب والنيازك، في شهب ونيازك ويعني المجموعه الشمسيه فيها، بيقعد حاجات في حتت معينه وبينزل ايه اتربه طالعه من الشهب والنيازك. في الاملاح اللي بتنتشر في الهواء. بعدين حبيبات لقاح النباتات، يعني النباتات هو بتحط حبيبات لقاح بتنتشر يعني بشكل او باخر. الفطريات والبكتيريا والميكروبات. المواد ذات النشاط الاشعاعي. طبعا بقت القنبله الذريه والقنبله الهيدروجينيه والايه؟ والحاجات اللي تم اختراعها دي باستخدام العلوم عشان ايه؟ تدمر الكون اللي احنا عايشين فيه. طيب المصادر الغير طبيعيه بقى اللي هي اللي سببها مين؟ حياه الانسان. بس اللي انا شايفه ان حياه الانسان العاديه لا تسبب بوليوشن او لا تسبب تلوث زي الصناعات والاسباب اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده. عايز بنتكلم على ايه؟ على الهواء بس، هيبان بعد كده برضه. ان حياه الانسان لو هي عاديه هيطلع منه ايه يعني؟ يعني مش يعني ايه، مش من الجسامه بتاعت بقيه الامور يعني. فالمهم بس جسيمه دلوقتي بقت جسيمه خلاص، لان الكون بقى فيه كام مليار دلوقتي؟ 6 مليار باين، مش عارف الرقم بالظبط، بس بقى في ناس كتير بيطلع منهم بقى نتيجه الاستخدام والحاجات دي كلها يعني ايه، عوادم كتير يعني. مصادر غير طبيعيه فهي تعزها او تسبب في وسعها الانسان، وهي اخطر من السابقه وتثير القلق والاهتمام، حيث ان مكوناتها اصبحت متعدده ومتنوعه، واحداث خلل في تركيبة الهواء الطبيعي وكذلك في التوازن البيئي. واهم هذه المصادر ايه؟ زي ما بنقول المصادر الطبيعيه للتلوث على الارض موجوده، بس ما هياش قد المصادر الطبيعيه اللي هي من استخدام الانسان. وبرضه دي بالنسبه للمصادر الطبيعيه، برضه اللي بيعمله الانسان ده ما هواش قد
التلوث اللي حصل من الصناعات بقى والنقل والكلام ده كله الاول. فهنا بقى استخدام الوقود لانتاج الطاقه وسائل النقل البري والبحري والجوي، دي حطها على ايه؟ على استخدام الانسان زي بعضه. النشاط الاشعاعي زي يعني ناجازاكي، هيروشيما، التجارب الذريه، المحطات النوويه، الكلام ده من اول اخره. النشاط السكاني يتعلق بمخلفات المنازل من المواد الصلبه والسائله، وذلك بسبب كثره استخدام المبيدات الحشريه، الحشريه اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا عليها، هي دي من اهم الاسباب اللي هي بتشتغل بقى في حاجات ثانيه كتير، والمذيبات الصناعيه. النشاط الزراعي وكثره استخدام المواد الكيماويه المختلفه في اراضي التسميد والزراعه، يعني الناس اعتقدت ان هي لما بتشغل يعني سماد صناعي كيماوي في الزراعه، مواد كيماويه في الزراعه، ممكن تجيب ودي ظاهره دلوقتي. يعني الفراوله عمرها كانت صغيره قد كده، دلوقتي بقت الفراوله قد التفاحه يعني. فالمهم يعني استخدام يعني مواد كيماويه مختلفه عشان يسمدوا الارض وتزرع عشان تجيب انتاج اكبر، دي احد الاسباب الايه؟ التلوث يعني. عوائد من الطائرات النفاثه والطائرات الاسرع من الصوت، دي خطيره جدا. يعني اطلاق صواريخ الفضاء، صواريخ الفضاء بقى بيطلع منها صواريخ الفضاء اللي هي بيطلع فيها زمان، امريكا تطلع كذا، روسيا تطلع صاروخ، امريكا تطلع صاروخ، انما دلوقتي صواريخ الفضاء بقى بتطلع من العالم كله من اول اخره، كل واحد يطلع بقى اللي بيطلع اقمار صناعيه يعمل بيها حاجه او الى اخره. فبقت العمليه ايه؟ كومن، ما بقتش على قد ايه روسيا وامريكا زي ما كنا اطفال يعني. طيب تلوث الهواء في المناطق الحضريه، تعتمد درجه تلوث الهواء في المناطق الحضريه على الاحوال الجويه، من سرعه الرياح واتجاهها والعوامل الجغرافيه الاخرى، تساعد على التخفيف من حده تلوث الهواء عن طريق تشتيت والتخفيف من تركيزه، واحيانا تكون الاحوال الجويه سبب في تفاقم مشكله التلوث. بمعنى ايه؟ يعني لو واحد عايش في منطقه بحريه يعني قدامه البحر بقى، يعني اسكندريه يمكن ربنا كرمها بموضوع البحر واريا كبيره قدامها، فيعني ايه؟ دي بتساعد على ان التلوث ما يبقاش مركز فيها يعني الهواء. يعني دول ثانيه كتير، في دوله عباره عن جزيره، بتلاقي الهواء رايح جاي يمين في شمال جنوب شرق غرب، فدي برضو ايه؟ بتخلي مش التلوث بيروح، لا بيتوزع، يعني بيطلع بره المكان، يا اما ايه بيتوزع على ايه؟ اريا اكبر او على فوليومز اكبر. فايه؟ الاحوال الجويه ساعات بتتفاقم مشكله التلوث. يعني ساعات دي مثلا الهواء يتكتم، يعني يقول مفيش هواء بقى، ربنا بتعلمون يعني ايه؟ او الحراره تزيد يوم التلوث يزيد اكتر بشكل او باخر يعني. هنا بقى جودة الهواء المنزلي، دي النقطة الخطيرة جدا جدا اللي هنقول عليها أهمية جرين بيلدينج وأهمية الليد. طبعا كل اللي فات ده برضه ده انتو كونسيدريشن، بس احنا لما هنيجي نبص على الشهادات بتاعة الليد واللي زيها، هي مش الليد بس، الليد أمريكا في كل حتة، في كل حاجة، حتى لها النورمز بتاعتها بما فيها العالم العربي، كل حتة عاملة يعني نورمز للجرين بيلدينج بتاعتها. بس انت لما تيجي تبص في الليد هتلاقي ان الانترنال اير بيتحط عليه نسبه كبيره جدا في الاسسمنت، ان هو هل المشروع المكان ده جرين او مش جرين. اصبحت معظم الاعمال تتم في مكاتب داخل مباني مغلقه بنسبه 80 90%. يعني اغلب الشغل دلوقتي مكاتب، والمكاتب دي مغلقه، حتى المكاتب يعني ايه، حتى الفاسادز بتاعتها تبقى متصممه يعني ايه، كلها ازاز كده من بره ومقفوله يعني، وقايمه على الايه؟ على الفوسس فنتيليشن عشان يتحكموا في الايه؟ في الاير الان والاوت كام او الاخر. فكل معظم الاعمال بتتم فين؟ داخل المباني. طيب الكثير يعملون ياكلون ينامون ويشربون داخل هذه المباني، والناس بتعيش جوه المباني دي، بيكون دوره الهواء فيها مغلقه، وهذا ما جعل مقدار التلوث الهواء الداخلي اخطر من التلوث الخارجي. خلاص؟ فهنلاقي برضو الناس طبعا زمايلنا
وابنائنا واساتذتنا اللي داخلين بقى في الليد وفي وما شابه بيبقوا ايه عارفين هذا الكلام. ومنذ السبعينات من القرن الماضي بدا الضوء يتسلط على تلوث الهواء الداخلي، ومن اهم مصادر تلوث الهواء الداخلي تدخين السجاير. طبعا بيدخن السجاير في البيت ده وسط ولاده او وسط الناس او الى اخره، طبعا دي حاجه سيئه جدا. ومن اهم مصادر التلوث الداخلي تدخين السجاير، والابخره الناتجه من المنفوسات. يعني في سواء يعني الماتيريال اللي هي الصناعيه اللي بتعمل بينها مثلا الشاسيهات بتاع اي كراسي او اي مفروشات او اي حاجه، او الدهانات اللي بتدهن بيها، او الاقمشه اللي بتعمل بيها، خلاص بيطلع منها ابخار ويعني حاجات ما بتبقاش باينه يعني، او مواد الدهانات. يعني في دهانات بتبقى بتضر بتعمل تلوث. في مجتمعنا البخور الذي يستخدم داخل المباني، يعني في ناس كتير البخور ده يعني عشان يشيل حسد بقى، وعشان يشيل بعض الشياطين، وناس تانية البخور ده مهم جدا عشان الرائحة وعشان الكلام كله. عايز يستخدم داخل المباني، انا ما بقولش ما تستخدموش، انا ماليش دعوة، يعني مش دعوة يعني بتاع. يعني كل حاجة بالعقل هتبقى كويس. الذي يستخدم داخل المباني بالإضافة إلى الفريون الناتج من أجهزة التكييف. في أجهزة التكييف طبعا هي شغالة دلوقتي في البيت الوقت، بيشتغل بالفريون. الفريون ده لما بيتسرب أو بيعمل طبعا قاتل يعني. واستخدام بعض المواد الضاره في اعمال التشطيبات الداخليه زي مثلا الاتش دي اف والحاجات اللي هي الصناعيه اللي يعني ايه شكلها شكل مواد طبيعيه لكن هي مضره جدا يعني. الاجراءات المقترحه لتقليل اثار تلوث الهواء، احنا بنتكلم على ايه؟ تقليل اثار تلوث الهواء، وصلنا لحته ايه؟ تلوث الهواء، احنا نقدر ان احنا نقلل تلوث الهواء ازاي؟ زياده كفاءه استخدام الطاقه المستمده النقود الحفوري وتطوير مصادر طاقه متجدده بديله. يعني استخدم الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، استخدم طاقه الامواج. وعلى فكره الحاجات دي مش كتير، خلي بالنا يعني احنا عندنا في القاهره محطه طاقه شمسيه اعتقد في 2010 2011 1910 يبقى لها اكثر من 100 سنه، او يعني من 1910 1920 يبقى لها اكثر من 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 100 سنه في القاهرة، من أوائل محطة كنا أول محطة شمسية في العالم يعني، موجودة من كام سنة، وإحنا دلوقتي بقينا يعني في ديل القوائم. طاقة الرياح هنا سكان اسكندرية لما بتروح كينج ماريوت أو برج العرب أو حد يكون أول آخرها كان دايما بيبقى فيه إيه مروحة. دي بتعمل إيه المروحة دي؟ بتشغل طرمبة تسحب المية المية الجوفية عشان ايه؟ علشان الصوت، عشان الاستخدام من البير اللي موجود عنده. في برج العرب كينج مارود في حاجات لسه لغايه دلوقتي ناس محتفظه بيها. بس يعني انا عايز اقول ان دي حاجات ما هياش جديده علينا، احنا في مصر موجود هذا الكلام من زمان. تخفيض معدلات قطع اشجار الغابات وزياده معدلات اعاده التشجير على سبيل السلق الغابات بالعه للكربون، اي الغابات التي تمتص الكربون من الجو. طيب احنا شفنا الصور اللي شفناها بجد في الاول اللي هي يعني تاني صور، اتفرجنا الاول على الصور اللي ورا بعضها اللي هي الطبيعه كما خلقها الله، والتانية الصور المزعجه القاتله اللي هي ماساويه ماساويه يعني غابات متقطعه. ويعني المفروض ان اي حد قطع غابه يزرع مكانها، ما يجيش في حد يروح قطعها كلها مره واحده، لا ممكن يقطع شجره وشجره. يعني القوانين تلحق الكره الارضيه، ولاي حته اتقطع منها غابات تجبر ان هي تزرعها تاني. وعلى فكره منطقه شرق اسيا دلوقتي من اكثر المناطق اللي هي مهتميه جدا بزراعه الاشجار، لان يعني هي الاشجار هي يعني لازم في توازن ما بين الخضره والاشجار والكلام كله وايه والبوبيليشن يعني، فلازم يكون في نسب معينه وفي حسابات معينه طبعا بيسموها الناس بتوع البيئه وبتوع الليد وبتوع الكلام ده. جمع واستخدام كمصدر مصادر الطاقه علاج الميثان الموجود في الطبقات الحاويه للفحم الحجري. يعني الفحم الحجري فيه علاج ميثان، وغاز ميثان برضه الانظمه الهوائيه زي تمر القمامه والفتحه والكلام ده كله. عندنا في منطقه الفيوم كل القمامه اللي هناك بيعملوا منها
بلازمثين الميثان يعني، واستخدموه في تشغيل البوتاجازات بتاعتهم والكلام ده كله. زياده كفاءه الانشطه الزراعيه، زياده كفاءه استخدام الاسمده والزراعه القابله للاستمرار بدلا من الزراعه الايه؟ المتنقله. يعني ان احنا يعني ايه؟ اي حاجه تخضع لاساس علمي، وما نلجاش للحاجات الكيميكالز الضاره بالطبيعه وبالزراعه وخضره بحياتنا كلها وضاره للكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. تطوير واستخدام بدائل المركبات الكلوروفلوروكربونيه والهالوجينيه، اقل منها ضررا يعني، الهالوجينيه اقل يعني ايه؟ نجيب بدائل اقل ضرر من الايه؟ الكلوروفلوروكربون والهالوجين. طيب طرق الوقايه بقى من الملوثات الغازيه ومكافحتها. الوقايه بقى هنتكلم على تصلح ازاي، هنتكلم على الوقايه. يتم علاج بتنقية الجو من الغازات السامه او الملوثات التي تسبب المرض، وتنقسم طرق الوقايه الى قسمين، طرق عامه، التخطيط التنموي السليم، واسلوب البناء والشكل العمراني المناسب. دي القواعد بتاعت الايه؟ زي الليل بقى. اخطط ازاي؟ اوجه المبنى ازاي؟ استخدم انهي مواد؟ يعني الكلام ده كله موجود طبعا من ضمن بقى الشروط بتاعت الليد، بس الناس اللي هي متخصصه في الليد بقى، متخصصه في الايه؟ في السيستمز اللي هي زي الليد، عارفين هذا الكلام طبعا ان ديتيل. وزياره الرقعه الخضراء المزروعه من حدائق عامه وغيرها لتنقية الهواء وتنظيف الجو. يعني مش قادر اقطع غابات واقطع اشجار يعني ده. انا اذكر في عمان في الثمانينات، في يعني 89 90 اشتغلت هناك شويه صغيرين يعني سنتين سنتين شويه، من اجمل الاماكن اللي اشتغلت فيها الحقيقه. لو انت بتعمل مشروع في الصحراء، في الصحراء وقابلك شراب يعني حته شجره كده صغيره في الارض، ممنوع تقطعها، ممنوع. ولو قطعتها تدخل السجن، ممنوع. ده الكلام ده 89 90 تقريبا لما كنت في عمان، وفي عمان الحقيقه. الاستفادة من قدرات، من قدرة الكائنات الحية الدقيقة زي التحالف. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون في توازن. يعني ايه كله ايه؟ خلق لما يسر له، مش حاجة يعني يعني سامحوني معلش يعني في حاجة مش ما ظبطتش معايا قوي. لكن ربنا مش خالق الكون، مش خالقه عبس. خلقه متزن ومتوازن. حاجة بتروح حاجة بتيجي، في ريسايكلينج، في دوائر مقفولة، في كل حاجة بحيث المحافظة على الكون. وفي الاخر ظهر فساده في البر والبحر بما ايه؟ ما كسبت ايدي الناس، ما كسبت ايدي الناس، مش من الطبيعه نفسها. لا. بالتوعيه البيئيه من خلال المراقبه وتنظيم برامج تعليميه وكتابه التحذيرات وتوزيع المنشورات التعليميه بالاضافه الى اقامه ندوات برامج تلفزيونيه. ده الكلام بقى اللي انا ايه؟ بقول عليه. التوعيه البيئيه لم تعد تكفي. لازم يبقى في قوانين اجباريه وملزمه، واذا خلفت يتعاقب عليها بصرامه. مفيش حد ينزل كده مبنى شجره قدام باب بيته يروح قطعها، او عنده ارض بجنينه والكلام ده كله يروح قطعها كده بدون اذن وبدون اي حاجه. لا. طيب الطرق الفنيه لوجه اتباعها لحمايه البيئه من تلوث الهواء، تحسين كفاءة صيانة الأجهزة العامة ودورات المهندسين الفنيين ومهرة، مش أي حد يدخل يصلح أي حاجة. الصيانة الدائمة لمعدات الاحتراق لتخليل الغازات السامة، وضع فلاتر، فقط أي حاجة. دراسة طرق إنقاص الحركة المرورية في المجتمعات المدنية، والاهتمام بحالة محرك الاحتراق داخل السيارات. ما اجيش ابص الاقي انت ماشي في الواحد بقى ماشي في الشارع، ولا ماشي على الطريق، ولا ماشي اي حاجه، نلاقي كميه السموم اللي طالعه من الشكمان بتاع العربيه او من العربيه السيارات كان من الاول لاخره بهذا الشكل. يعني قبل ما ادور على
صلاحية الموتور وأنا بدي الترخيص أدور على التلوث بتاعه على الشحمان بتاعه طلع تلوث أنا مش طالع. وأكيد في طرق لأنها تتقاس يعني. يبقى إحنا إيه بنبص فعلا على إيه؟ على 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 بشكل علمي وبشكل يعني نستخدم العلم ونستخدم التكنولوجيا ونستخدم آخر التطور العلمي في إننا نرجع أحوالنا ونضبط أحوالنا. أضعف الإيمان نحافظ على اللي إحنا فيه، ما نزودوش يعني ما نضغطش على اللي إحنا فيه. طيب تحسين وسائل التدفئة المنزلية، في حاجات كثيرة بتشغل الفحم، إحنا بنشغل خشب في حاجات معينة، فيعني إيه لازم تتحسن وسائل التدفئة المنزلية يعني. منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة بينها واضحة. القيام بحملات توعية جادة للحد من الملوثات الغازية. استخدام مقالب القمامة المغطاة وعمل مدافن بعيدة عن المدن. يعني مش مدافن، مش هي المدافن البشر، لا المدافن اللي بيعملوا فيه ايه؟ مقالب القمامة. يعني حتى كان زمان القمامة كانت على بعضها كده تروح مرمية في شفت كلام في اسكندرية هنا، تروح مرمية وحط لها شوية كده مواد ويروح دفنينها، يكبسوا يمشوا عليها بالحراسات يكبسوها وهكذا. لا بيفرزوا ولا بيعملوا، دلوقتي لا، دلوقتي الترند ماشي بيتفرز بقى. حتى في بعض الناس الطيبين يعني خلاص هم دلوقتي بيشتغلوا في الحكايه دي من نفسهم، بياخدوا الناس عاديين يعني اللي معاه توك توك بقى واللي معاه عربيه محصان واللي معاه عربيه نص نقل كذا صغيره وبيمشوا في المدن، مش عايز اقول بقى فين وفين وفين، وبياخدوا القمامه بتاعتها وياخدوها هم بقى في حته ثانيه يقعدوا بقى يفرزوها، او ممكن يفرزوها وهم بياخدوها يعني كمان، يحط مثلا العلب الصريح لوحدها، البلاستيك لوحده، مثلا لو في اي حاجه يعني اللي هي مثلا بواقي اكل اللحوم مش عارف ايه، بواقي اسماك رز الكلام ده كله بيتاخد عشان يتعمل سماد وهكذا. يعني هم بيشتغلوا دلوقتي في ناس قاعده كده يعني، ما بقتش عربيات بقى القمامه بتاع زمان كانت بتعدي تاخد وتعمل وتشتغل ويبدوها بشكل علمي، لا الناس اتصرفت يعني. استخدام مقالب القمامه المغطاه وعمل المدافن بعيد عن المدن، بقى المدافن تبقى بعيد عن المدن لان المدافن دي بيطلع منها غازات مش كويس. طيب الطرق الفنيه واجب اتباعها لحمايه البيئه من تلوث الهواء. احمي البيئه بتاعتي ازاي من تلوث الهواء؟ معلش الهواء ده واخد حته كبيره يعني، هو اهم حاجه، والميه بعد كده هيبقى برضه ثاني في الاهميه، ولا مهم الاهميه اخرهم خالص هيبقى ايه؟ الضوء يعني. طيب تقف هنا واجب فعل حمايه البيئه من تلوث الهواء، تخطيط المدن بحيث توضع منشات صناعيه بعيده عن المجمعات السكنيه، وده اتجاه ماشي من زمان يعني، اي مدينه بتتعمل بتبقى المنطقه الصناعيه بتاعته مدروسه بشكل معين ومش مسموع بقى. زمان قوي كانت الورش والحاجات كلها في وسط البلد مفيش مشكله، تنزل محطه رمل تلاقي ورش نجاره وحداده في اي حته يعني، ومعالجه مخلفات المصانع وتحويلها الى منتجات ذات فائده اللي هو الريسايكلينج. ورسايكلينج موجود احد الحاجات اللي هي برضه بتاخد درجه في موضوع الليد او الشعيرات اللي هي شعيرات البيئه يعني. وضع التشريعات واللوائح والمقاييس الخاصه بتركيز الملوثات المصنوعه في الهواء. هي ما نسمحش يعني انها يبقى فيه ايه؟ في تركيز معين وخاصه في المدن والمناطق الصناعيه. والدقه في تنفيذ هذه التشريعات وضبط المخلفات. استخدام مصادر بديله ونظيفه للطاقه، دي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح ده قلنا، طاقه الامواج. في انواع كثيره من الطاقه دلوقتي وصلت لمرحله ان السيارات وهي ماشيه بياخد الدوران بتاعها بيتنقل في الانترنت اوف ثينكس وفي يعني وصلت حاجات يعني تخرج عن بره يعني تفكير اي انسان عادي. العمل على فصل الانواع المختلفه من المخلفات، الفرز النوعي اللي كنت بقول دلوقتي، والحقيقه في ناس كتير دلوقتي بقى بيقول ان انا من زمان ما شفتش سياره قمامه مثلا ماشيه في اسكندريه بتاخد حاجه يعني، لا كلهم يعني شباب يعني ناس كده على يعني كويسين وعايزين يعيشوا، فلقوا ان هي مصدر كويس للدخل، مصدر كويس للشغل. اي نعم الكلام ده ضار على صحتهم، انا بشوفهم بشكل مش قد كده، لكن اهو ادي الله ودي حكمته. وإعادة تدويرها وتحويلها لمنتجات ذات فائدة وتقليل المخلفات إلى الحد الأدنى اللي هو موضوع الريسايكلينج. طيب
العاصمه الخاصه بازاله ملوثات الهواء. ازيل بقى تلوث في الهواء ازاي؟ في اربع انظمه: المرسم الكهربائي السكن، الالكتروستاتيك بريسيبيتيتور، المرشحات اللي فلاتر باج هاوس فلترز، مرشحات الرطبه الوات سكرابرز، المجمع الميكانيكي الميكانيكال كولكتر. طيب نتكلم بقى على ايه؟ تلوث ايه؟ جينا تاني نقطه وهي يعني مهمه جدا، هو طبعا الهواء اهم، انما تلوث الماء على نفس الدرجه من الاهميه بالهواء الاجمع، يعني تحط في الدرجه الثانيه، لان الهواء اللي بيتمنع منه 5 دقائق بيموت، انما الهواء الميه اللي ممكن يتمتنع عنها مثلا يوم يومين ما جراروش حاجه ما يموتش يعني. المهم تلوث الماء بقى بيجي منين؟ خلينا بقى ايه، لان هو ايه؟ قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ان الماء ده هو المكون الاساسي داخل في الحياه، كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تكمن اهميه الماء الحياه في كونه يدخل في تركيب الخلايا بنسبه 95%. احنا كبشر لما يعني ربنا بنوصل لساعتنا بقى اللي ربنا بيأذن لنا بقى نروح هذا العالم احنا عايشين فيه، في خلال مده وجيزه جدا بيتحول كل احنا فيه لايه؟ لتراب، بيفضل حته من العصعص او حاجه زي كده. يعني الميه بتمشي ما بقاش فيك حاجه خلاص، بيبقى تراب او يعني كميه تراب اللي هو ايه؟ اعتقد ان هي شويه التراب اللي اتخلى منهم ادم يعني. من الكتله البروتوبلازميه كما يدخل في الانسجه المختلفه، يدخل كل حاجه 75 ل 95% من تركيبه الخلايا. كما لا يتم الهضم، مفيش هضم. يعني لو المعده ما فيهاش ميه مش هتهضم، ولا الامتصاص ولا حاجه هتمتص، ولا التمثيل الغذائي الا بوجود وسط نائي. لازم يعني كل الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل في الانسان، سواء هضم سواء امتصاص او تمثيل غذائي او الاخراج، لازم يكون في وسط نائي عشان ايه؟ الكون يستمر. يسمى الغلاف المائي على الكره الارضيه هيدروسفير. الكره الارضيه اللي هي بتتكون من ايه؟ الجزء اللي هو الصلد والايه؟ والبحار والمحيطات. البحار والمحيطات ثبت ان هي ايه؟ 71% من سطح الارض. يعني بقيه الارض 29% والبحار والمحيطات كام؟ 71%. تلوث الماء بقى يعني ايه تلوث الماء؟ يعتبر الماء ملوثا عندما يتغير تركيب عناصره او تتغير حالته بطريقه مباشره او غير مباشره، بحيث تصبح هذه المياه اقل صلاحيه للاستعمالات الطبيعيه المخصصه لها او لبعضها. يعني بيتغير التركيب العناصر بتاعته، هو H2O يبقى ممكن H2O2 بقى يبقى ايه ما اعرفش انا يعني، تبع ما يتغير التركيب الكيماوي على العناصر بتاعته تتغير حالته بطريقه مباشره. يتملى مثلا كيميكالز من صانع، يتملى اي ريزيديوز من الطبيعه او اي او غير مباشره، تصبح هذه المياه اقل صلاحيه، يعني ايه لا تصلح للاستعمال الطبيعي المخصص لها او لبعضها. في ميه، انا مش بتكلم على الميه بتاعت الشرب، بتكلم حتى على الميه بتاعت الري. يبقى لازم تبقى الميه بتاعت الري تصلح للري. الميه بتاعت الحمام تصلح للحمام، الميه بتاعت الشرب تصلح للشرب. يبقى ايه بتكلم على صلاحيه استعمال الطبيعي المخصص لها او لبعضها. طيب وصلنا لتلوث الماء بقى. عباره عن ايه؟ في التلوث الطبيعي، التلوث الحراري، النفط، المخلفات الصناعيه، المخلفات البشريه السائله، المواد المشعه، المبيدات، المخصبات الزراعيه. دول 8 نقط هنتكلم عليهم. دول اللي هو بايه؟ المصادر 8 بتاع التلوث الايه؟ الميه. طيب التلوث الطبيعي عباره عن ايه؟ بقى يكون من خلال انجراف بعض المواد والفضلات مع مياه الامطار الى الشواطئ. 2 واضحه. التلوث الحراري، محطات توليد الطاقه الكهربائيه والمصانع، ويؤثر ارتفاع درجات الحراره الى تغيير التوازن الحيوي في المياه، والى هجره الكائنات الحيه، وبالتالي يحدث اختلال في التوازن الحيوي في المنطقه. يعني لو في حته فيها مولدات كهرباء، فيها يعني حاجات بترفع درجه حراره الارض ودرجه حراره الجو
فوق العادي، هتلاقي كانت الحاله اللي موجوده بما فيها الديدان اللي بنعتقد مش ما فيهاش فائده اللي فيها فائده، بما فيها الحشرات برضه حشرات قد تكون فيها فائده وما فيهاش فائده، بما فيها الطيور ما فيها اي حاجه. خلاص. النفط الظواهر الحديثه من اسبابها ايه بقى؟ حوادث النقلات والحوادث البحريه، يعني في تلاقي نقلات حاجات ايه اتخرمت في السكه اتعملت وهكذا، والحوادث والحوادث البحريه في مراكب دخلت في بعض واتكسرت وباظت ونزلت وخرج منها النفط بتاعها، حصل كتير يعني. انفجار ابار النفط، في بير نفط ممكن يكون جنب البحر او جنب نهر او جنب اي حاجه ينفجر يعني بير النفط، يقوم النفط يطلع بقى ويسمسر بالدنيا. واحنا شفنا كتير ان كان في فتره من الفترات كنت تلاقي على البحر، مش بتكلم على هنا في مصر، على انترناشونال يعني، بتلاقي الشاطئ البحر متغطي بطبقه فوق، لان طبعا النفط اخف من الميه، فبتلاقي الحته كلها بقت ايه؟ بقت يعني مغطاه كده بطبقه سميكه او طبقه من النفط يعني. التسرب من الابار الساحليه، التنقيب في البحر برضه لما بيحصل تنقيب عن الاويل او الغاز في البحر، طبعا بيطلع ايه نسبه معينه بتطلع، هتجيبها ازاي او هتلمها ازاي، او يعني النفايات ومخلفات السفن، مصافي النفط ومخلفاتها الساحليه. طبعا في مصافي نفط كتير على البحر او جوه البحر اللي هي الانشور، فايه الاوفشور قصدي، فمصافي النفط ومخلفات الساحليه بقى دي اللي هي النفط يعني في النفط. المواد المشعه بقى، التجارب، المحطات الذريه، المحطات الهيدروجينيه، دفن النفايات الذريه، دفن النفايات الذريه بقى، المواد المشعه اللي هي المختلفه اللي هي ايه المفروض دي اخر واحده يعني، بس يعني ايه حظها بقى جت هنا. اربعه، المخلفات البشريه السائله، تشمل المخلفات البشريه والموظفات ومخلفات المستشفيات وغيرها، وتشمل مواد غير عضويه، واكبر مشكله هي المنظفات اللي دلوقتي تحتوي على مواد غير قابله للتفكك الحيوي، بل هي سامه على الكائنات الحيه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. المخلفات الصناعيه، كثره العناصر والمركبات التنتيج والمصانع، والتي منها 500 عنصر ومركب سام، الرصاص والزئبق ومخلفات المصانع الورق والى اخره، في 500 عنصر بتنتجها المصانع دي سم. عشان كده هو دي طبعا اخطر حاجه، انا رايي الشخصي يعني دي اخطر حاجه، بس طبعا ايه دي ما بتتقالش رسمي، لا عشان بس ايه برضه ايه يعني ما نسوقش سمعه الصناعه بقى والى اخره، لكن المفروض ناخد بالنا، المفروض ان اللي بيعمل اي صناعه، اللي بيعمل اي نشاط اقتصادي هيسبب تلوث، هيسبب اي حاجه، يعمل حسابه وياخد باله. المبيدات طبعا احنا بنفرح طبعا، المبيدات دي مثلا بتموت الحشرات، بتموت السوس، بتموت مش عارف ايه، لكن هي ضرر، لها ضرر كبير جدا على ايه؟ على ان الميه تاخدها وبتطلع على او مبيدات بالنسبه للزراعه يعني. يعني بحط مبيدات على الزراعه، ولما ميه الري بتنزل بتاخد المبيدات معاها وبتطلع على المصارف، يعني دي بتلوث الدنيا. المخصبات الزراعيه بقى، تركيبات الفوسفور والنترات، الزياده فيها تؤدي الى وصول المياه الجوفيه وتلوثها، والمسطحات المائيه خلال الصرف او الأسفل. المواد المشعه قلنا عليها وتشكي. طيب عندنا بقى ايه؟ المحافظه على الماء من التلوث. حافظ عليه ازاي؟ أول حاجة تأمين الماء النقي بشكل كاف، والتي منها إيه؟ أول حاجة الأنهار والبحيرات بعد التنقية، يعني إن أنا باخد المية من الأنهار والبحيرات وأنقيها، يعني إن أنا إزاي أجيب أحافظ على الماء من التلوث أو آخد ماء عشان أستخدمه ليا يعني، أنهار وبحيرات بعد التنقية. نمرة اتنين، المياه الجوفية جيدة لقلة الأملاح فيها. طبعًا في كل منطقة هتلاقي المياه الجوفية بتاعتها لها ولها قواعد يعني. كم بارتيكل بير مليون يعني، وكم بيقولوا الآخر يعني، كل حتة وظروفها يعني، في 400 500 1000 2000 3000 4000
تبع يعني تبع ظروفها يعني. وفي اجهزه دلوقتي اجهزه مغناطيسيه لو بتتركب على المياه الجوفيه بتفك الاجهزه المغناطيسيه بتفك الكيميكالز الموجوده في المياه بتاعت المياه الجوفيه دي وبتحولها لسمات، وبتوفر كتير قوي في ميه الري وفي كمان وفي التسميد حتى. طيب نمره ثلاثه التحليه اللي هي تحليه مياه البحر اللي هي اساتذتها في العالم دلوقتي مين؟ بلاش اقول. طيب عندنا ايه؟ بعض الاجراءات الضريبه لوقايه الماء من التلوث. يعني انا لازم انا كانسان بقى وعرفت ان الميه بتتلوث في اجراءات لازم اعملها. ايه الاجراءات دي؟ اول حاجه بنلاقي المنشات اللازمه لمعالجه المياه الصناعيه الملوثه ومياه المخلفات البشريه السائله. يعني لازم اعمل منشات اعالج المياه الصناعيه اللي تتلوث والمخلفات البشريه السائله، لازم اخدها يعني انقيها واتعامل معاها اني اخدها استخدمها تاني. سواء استخدمها بقى في زراعه في ري في زراعه، لو الميه الطبيعيه بتاعت الشرب عندي غاليه قوي اصرف عليها شويه زياده واحولها لميه مقطره. يعني الفكره ان ايه؟ هي بقى الكوست بقى انت عايز من ايه ليه؟ طيب نمره اثنين مراقبه المسطحات المائيه المغلقه كالبحيرات مما يلوث. يعني عندنا البحيرات ما تسيبش بقى حواليها مصانع وحواليها مزارع وحواليها بتاع الناس تصب فيها الريزيدوالز او الحاجات اللي طالعه منها، تقتل منها بقى لو هي فيها اسماك، لو فيها كائنات حيه، لو فيها اي حاجه ان هي تبوظها يعني. حتى المناطق تستخرج منها المياه الجوفيه وحمايتها. يعني في ابار او محطات مياه جوفيه وابيار طبعا، ان انا ابقى محوطها بحيث ان يعني ايه احميها ما اخليش حاجه تلوث المياه الجوفيه. المتابعه من خلال لا ثلاثه خلال اربعه احطت الينابيع بالبناء يحميها. في ينابيع ميه بتطلع هنا او بره او في اي حته يعني، بتعمل حواليها ايه مبنى يعملها ويقفلها عشان خاطر الميه اللي طالعه منها برضه ايه ما تتلوثش باي حاجه. إصدار القوانين تحدد المستويات المختلفة للتلوث، وضع المواصفات الخاصة التي يجب توفرها في المياه، المتابعة من خلال التحليل المستمر لعينات المياه. الحقيقة يعني مش عايز أتكلم، يعني مش عايزين يعني هنتكلم على حاجات يعني إحنا بيرسونال. مين دلوقتي بيقدر يشرب الماء في الحنفية على طول؟ ده يعني يبقى مستغنى عن نفسه. طيب احنا اتكلمنا عن الهواء عن الماء، هنتكلم على ايه؟ جيوسفير اللي هو الغلاف الارضي. طيب اللي كنا بنقوله من شويه يخطب الغلاف الارضي طبقه الارض السطحيه الرقيقه، ده اللي هنتكلم عليه، المحتوي على تربه صالحه لنمو النباتات وهي الاساس الذي تقوم عليه الزراعه والحياه الحيوانيه، وقد تشكلت خلال عملية طبيعية معقدة جدا استمرت ملايين السنين. يعني الطبقة اللي فوق دي مش من نفسها، يعني زي الأرض مثلا بتاعت الدلتا دي مش في يوم وليلة بقت طمن، لا المنطقة اللي احنا فيها دي صحراء. أرض الدلتا اتكونت من إيه؟ من الطمن، من الطمن اللي كان بيجي كل سنة مع النيل، فبقت إيه؟ أرض صالحة للزراعة. تحت تأثير عوامل المناخ العديدة كالحرارة والرطوبة والرياح. فدي الطبقة الفوقانية دي فيها عوامل مناخ كتيرة، حرارة، رطوبة، ورياح. فالتربة الغنية تعني نجاح الزراعة وإنتاجها العالي، والعكس في حالة التربة ذات الغطاء النباتي الفقير. النهاردة برضه أحب أقول لكم وأطلب منكم برضه إن في زراعة من غير تربة. برضه مش هقول فين. كلام واضح. الناس اللي تقدمت علميا في علوم الزراعه بتقدر تزرع من غير تربة، بمجرد انها بتعمل فيلمز معينه او ديزاين لقماش معين او لحاجه معينه وتروي بالميه وبتزرع جوه قوره مقفوله يعني. وصحيه، خلي بالنا.
ويرتبط الغلاف الارضي ارتباطا مباشرا بالاغلفه البيئيه الاخرى، بالتالي يؤثر كثيرا على البيئه وعلى حياه الانسان والحيوان والنبات. يعني الطبقه الفوقانيه دي التربه اللي فوق اللي هي سنتيمترات، دي الطبقه اللي هي اللي فيها التربه صالحه للنمو النباتات، وهي اللي عايش عليها الانسان والحيوان والتاريخ منذ ايه؟ انزل الله ادم الى الارض. طيب الغلاف الجوي زي ما كنت اقول قبل كده بيتكون من ثلاث طبقات متتاليه. الطبقه السطحيه اللي هي السيرفس لير اللي هي ايه؟ سنتيمترات، مش اكثر من سنتيمترات. بعد كده الطبقه تحت، الطبقه تحت التربه، تحت التربه بشويه، ودي بتبقى مكونات من التاريخ. يعني طبعا احنا قلنا كام الف سنه. فدي طبقه بتبقى تحتها بيبقى فيها شويه ايه؟ يعني بقايا حيوانيه، بقايا نباتيه، حاجات يعني اللي هي مش الطب، مش السيرفس لير اللي فوق، اللي طبعا فيها كل يعني ربنا سبحانه وتعالى فيها كل اثار الحياه بقى، عشان الزرع يطلع والحيوان تاكل والناس تعيش مع الاسد. طيب لما تلاقي طبقه الصخر الام اللي هي السويلر هي تحت خالص لطبقه الصخر. طيب الطبقه السطحيه بقى السيرفس لير تغلف الارض سمكها اللي هي تتجاوز عده سنتيمترات، وهي مصدر للماده العضويه، وفيها يعيش معظم الكائنات الحيه الدقيقه، الديدان والحشرات وغيرها وغيرها. تتكون من عناصر كثيره، اكسجين، سيليكون، الومنيوم، الحديد، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم. فالحاجات دي كلها موجوده فين؟ الايه؟ طبعا السطحيه. او الساعه دلوقتي 8:30. طيب طبقه تحت التربه اللي هي السبسويل تقع تحت الطبقه السطحيه مباشره، وبها القليل من بقايا الكائنات الحيه النباتات والحيوانات عند مقارنتها بالسطح. يعني تحت طبقه الطبقه السطحيه اللي فوق فيها ايه؟ كل اسباب الحياه، يعني ماده عضويه والى اخره. الطبقه اللي تحت فيها ايه؟ نباتات وحيوانات عند مقارنتها بالسطحيه. دي بقى هتلاقي مثلا اللي زرع شجر كبير، اللي زرع الحاجات الاشجار القديمه، هتلاقي ايه؟ جذورها نزلت ونزلت لغايه تحت خالص. يعني طبقه الصخر الام سوليد لير، الطبقه الثابته الاصليه الصلبه والتي تكونت فيها التربه، وهي اقل عرضه لعوامل تكون التربه السطحيه مثل الحراره والرطوبه والرياح بسبب التكوين الصخري، تختلف حسب نوعيه الصخر وتكوين الشجر. برضو هذكركم، ناس هتقول هو احنا بندرس اداره وبنقول مدير مشروع دولي ولا بندرس الحاجات دي؟ هذا الكلام كله جوه السياق عشان نهتم. انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على البروجكت فيزز كان ايه؟ كان البري فيزيبيليتي الاول، بعدين الفيزيبيليتي اللي هي ايه؟ الدراسات البيئيه. لازم الدراسات البيئيه تاخد اهميتها، لان ناس كتير جدا جدا ما بتعملهاش، واتباع قواعد المباني الخضراء. المباني الخضراء يعني انا اذكر برضه في 2008 بدات الامارات عملت قريه مصدر، اسمها مصدر، مصدر اعتقد كده يعني اسمها مصدر، مصدر اعتقد. دي according to green 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 full green city، ودي موجوده، ودي يعني بفضل الله الحمد لله رب العالمين برضه عندي الايه؟ غالبيه الدوكيومنتيشن بتاعها والكاركترستكس والدراسات بتاعتها يعني موجوده يعني الحمد لله رب العالمين. فالمهم التلوث الطبيعي الناتشر بوليوشن، فيه بقى الناتشر بوليوشن عباره عن ايه؟ الانجراف، الوذرنج، انجراف ميكانيكي تاكل اروجن ميكانيكال ويذرنج. بيحصل ازاي بقى؟ ده طبيعي اهو، التجمد يعني فريزنج، السويل تنكمش يعني تنكمش وتتمدد، تنكمش بالتجمد، او حتى الميه اللي فيها يعني لو فيها ميه وجمدت بتكبر حجمها بيزيد. المهم ايه؟ عمليه درجه الحراره تتجمد وبعدين تفك، تجمد وتفك دي بتعمل ايه؟ ييلدنج، وتخلي الايه؟ يحصل انجراف بقى،
يعني بعد ما كانت حاجه جامده او كده بتتحول الى اتربه، بتتحول الى ماده قبل ان هي ايه تنجرف مع اي ميه، تنجرف مع اي هواء، مع اي حاجه. اختلاف درجات الحراره temperature fluctuations، في مناطق كتير بتبقى بالنهار حر حر جدا، بالليل برد جدا، دي بتاثر طبعا على اي ماتيريال. يعني لو صخر الصبح بيبقى سخن جدا، بالليل بيبقى برد جدا، بعد فتره هتلاقيه بقى بودره. قوه تبلور بعض المعادن داخل الشقوق، كريستاليزيشن، يعني انت لما بتجيب سكر بتعتمد سكر نبات ولا حاجه بتعمله ازاي؟ بتبلور ازاي؟ بتسخنه تغليه وبعدين بتدي له فرصه انه يتبلور، فبيبقى ده بالبلوره دي ناتجه من ايه؟ من حراره وبروده. فلاقي داخل الشقوق بقى، يعني مثلا شقوق في في في, في بين في اي حتى اي في اي صايب في اي حاجه نتيجه حراره نتيجه اي حاجه، الشقوق دي ممكن تحصل فيها ايه؟ تبلور لبعض المعادن. التاثير الناتج عن المد والجزر، التايد افكت، المد بيجيب حاجات من البحر يطلعها على الشاطئ، الجزر بياخد حاجات من الشاطئ يرجعها تاني جوه في البحر وهكذا. فكل دي بتدي ايه؟ افكتس برضه، وبتحرك الايه بيقع كل تحت ايه؟ التلوث الطبيعي اللي هو الانغراف، اول حاجه التلوث الطبيعي. هنتكلم عليه جوه. التاثير الميكانيكي لجذور النباتات، يعني ممكن نقول من شويه لو نخله او لو في الشجر كبير بيبقى جذور عميقه جدا، فدي طبعا دي بتخترق السيرفس اللي فوق اللي هي مول سنتيمترات، وبتدخل في الطبقه اللي تحت، وبت ايه؟ بتاثر تاثير جامد في الايه؟ في في في, في الصول اللي موجوده تحت. التاثير الميكانيكي بقى للحيوانات الحفاره والحشرات، في حيوانات الضب بيحفر بيدخل زي ما هو عاوز، الثعابين، السحالي، في حيوانات كثيره جدا بتعمل ايه؟ بتحفر، وحشرات برضه بتحفر وبت ايه؟ بتحفر. ده تاثير ميكانيكي من نتيجه حفرها او نتيجه ايه؟ اقامتها لمعيشتها يعني. طيب ولو ازازه التربه دلوقتي احنا قاعدين ساعه ونص، هل تحبوا ناخد كده 5 دقائق ولا حاجه يا باشمهندس عمر؟ او ما اعرفش، انا مش ما ببصش النهارده على الحضور، هل ممكن الهوستنج يرد عليا يقول لي هل تحبوا يعني 5 minutes ولا حاجه ريست ولا نكمل؟ باشمهندس السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ يا حبيبي ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك. طيب هو الناس تكتب على الشات هنا لو نكمل او اللي عايز ريست، بحيث ان احنا نقرر ان شاء الله. خلاص يعني اعمل اصل دم وليت مي نو، يعني ليت مي نو ماشي حبيبي، يعني اعمل اسالهم شوف كم ايد مرفوحه، اذا كان الاغلبيه يعني انا ريدي، انا مش مشكله خالص، مش مشكله. ايه الاخبار؟ هو كده كل اللي على الشات نكمل؟ والله ده بصراحه دي ناس طيبه قوي ومحترمه جدا، ويعني بيكسفونا معاهم، بيكسفونا معاهم والله. ربنا يبارك فيكم يا رب كده، ويجعل يعني ان احنا يعني نقدر ان احنا نوصل لكم اقصى ما يمكن من ربنا، يعني ايه يعني كرمنا بيه. يعني الانجراف الكيميائي يقصد به خلخله جزئيات الصخور عن طريق تقليل صلات بعض المكونات المعدنيه ودي تفاعلات منها، التحلل المائي. يعني في فرق بين حاجتين، في التحلل المائي ان الميه بتتحلل، وفي التميق اللي هو الايه الميه تتكون. فايه فبيحصل خلخله في الصخور والصلاده بتاع بعض المكونات بتفاعل معين، الاكسده، يعني بيبقى في حديد في اكسجين بيبقى يتاكسد مع اي حاجه، اكسجين مع اي معدن بيحصل اكسده، فبتتحول الى الاكسيد للماده نفسها. بعدين ايه التكربون، برضو الكربون برضو له الخاصيه دي، بيبقى ايه كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم، كربونات كلام نقول اخره، دي كل دي يعني ايه دي يعني امور كيميكالز. لو حد بتاع كيمياء عايز يشرح لنا زياده ما عنديش مشكله،
بس هو يعني ايه ممكن الناس تبحث بعد كده، ممكن يعني احنا تحت الامر يعني. في تصحر بقى ايدنتيفيكيشن، ودي انا يمكن اتكلمت في اول اللقاء بتاعنا عن اللي انا شفته، وشفته اللي انا شافه على النت، وشايف بشر قدامي صوريه، مش يعني مش مفهوش بقى يعني. ساعات بيضحكوا علينا بصراحه يعني، بيضحك علينا كتير، يقول لك حاجه يعني انها خلاص تمت وبتاع، ومشكله السفينه اللي حصلت دي وبعته وبتاع، قالوا خلاص اتحركت وزغرته وسقفوا، لكن ايه طلع لا. فالمهم ان في افريقيا حصل فيه ديزرتيفيكيشن، وحصل تصحر، والاراضي اللي كانت زراعيه وكانت يعني تنفع مزرعه للعالم كله، للاسف افريقيا فقدت حاجات كثيره جدا جدا جدا. تعبير عن تدهور الارض بسبب سوء استخدامها، وتم تعريف بانه ايه؟ فقدان التربه لقدراتها البيولوجيه، بحيث ينتهي شكل الارض الزراعيه والرعويه، وتتحول الارض فقيره زراعيا وتميل الى ان تكون صحراويه. على فكره بتبقى ارض حلوه، نخلي بالنا فيها الماتيريال وفيها كل حاجه، بس سوء التعامل معاها فبينتهي شكلها بقى، بتتحول الارض فقيره زراعيه. انما ممكن نعيدها تاني، نشتغلها تاني، نعملها. محتاجه بقى ايه؟ محتاجه تقدم علمي، محتاجه دراسات مظبوطه. لان في دوله ما عندهاش حته واحد شبر زراعي، وبقت يعني ايه؟ يعني بقت من كبار الدول الزراعيه الصناعيه العلميه في الامر لا مقابله من بعد. طيب طرق المحافظه بقى على التربه ايه بقى؟ هناخدهم واحده واحده. أول حاجة حفظ الرطوبة في التربة. التربة عادة ربنا خالقها فيها ووتر، لازم أحافظ عليها، لازم يبقى فيها رطوبة، وإلا لأن وجعلنا الماء كل شيء حي، مش كده؟ طيب التحكم في ملوحة التربة، إضافة الأسمدة الكيميائية بكميات مناسبة. يعني السويل برضه لازم فيها نسبة إيه؟ نسبة ملوحة أو نسبة أسمدة أو إلى آخره. إعادة زراعة الغطاء النباتي بالتشجير. لما أنت احنا اتفرجنا على البرزنتيشن ده في أوله، في أول اللقاء، شفنا حجم ال 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 الغابات اللي اتقطعت. يعني اتقطع، مش عايز أقول دول عشان ما يقولوش إن أنا بقى بهاجم أو ما بهاجمش حد. أنا بقول إن العالم النهارده كل سكان الكرة الأرضية فقراءهم قبل اغنيائهم بيدفعوا ضريبه الناس اللي اتغنت في ال 100 سنه اللي فاتت، واتغنت على حساب سوء استخدام الناتشر ريسورس اللي ربنا خلقها على وجه الارض. صرف مياه الري عبر قنوات سليمه والتخلص منها بصوره سليمه. مياه الري يتم التصرف معاها صح، خلاص؟ والتخلص منها بصوره سليمه، يا اما بيتعمل لها بقى يعني كيميكال بقى اناليسيس وكيميكال تريتمنت، ويتعمل يعني نشوف يعني لازم نتصرف معاها. المسح البيئي وتحديد الاراضي التي تدهورت فيها التربه وتصحرت، وذلك لمكافحه التصحر. انا كنت لسه بقول الكلام دلوقتي، ان مش معنى ان حتى تصحرت ان هي ما تنفعش للزرع، لا مش كده. نقول ان هي تم اهمالها، والناس يعني ايه مش عايزه تبذل جهد ان هي تفكر، ولا هي تعالج، ولا ان هي تعيدها كأرض زراعية تاني. وقد يكون قلة الإمكانيات المادية، يعني ما عندهمش فلوس يعملوا هذا الكلام. دولة ما فيهاش إمكانيات ولا ميزانيات إن هي تعيد إصلاح هذه الأرض. تثبيت الكثبان الرملية بعمل مصدات للرياح وإيقاف زحف هبيبات الرمل أو عن طريق الأشجار. يعني زي مثلا الأراضي اللي بتزرع في المناطق الصحراوية عندنا في مصر بقى، في وادي إبلي او في الواحات او الى اخره، ان اي ارض بتتزرع بتعمل لها ايه؟ مصدات رياح، يعني بيبقى ايه سلسله اشجار بتبقى يعني يا اما متداخله في بعضها قوي، يعني بحيث ان هي تعمل مصد رياح كويس بالورق متداخل وكده والى اخره، يا اما بين كل حاجه وحاجه مسافه معينه. بس اتس بيتر لو انت في منطقه معرضه للرياح بريوديكالي او كونتينوسلي، ان انا اعمل ايه مصدات رياح قويه. يعني
استخدام المواد الكيماويه والبتروليه لايقاف زحف الرمال. دي برضو عايزه تخصص، يعني ان انا يعني ايه لو في رمله بتسحب بشكل معين بتبقى عاوزه نوع من التريتمنت بقى، التزرع تحط عليها كيميكالز، تحط عليها يتحط يعني ايه، ده شغل تخصصي بقى. احنا ايه يحتاج برضه المتخصص عشان يعني ايه ما نتجاوزش حدودنا ونبدأ ان احنا نعرف حاجه احنا ما نعرفش. التلوث الضوضائي، احنا قربنا خالص على فكره. التلوث الضوضائي عباره عن ايه؟ احنا عايشين في ضوضاء. التلوث الضوضائي في عصرنا الحاضر من اهم ملوثات البيئه، وده على فكره من اهم ملوثات البيئه، ويمثل صوره خطيره من صوره التلوث الهوائي الفيزيائي، وذلك بسبب استخدام وسائل مصادر صوتيه مختلفه تصدر عن المكائن. كل حته دلوقتي فيها يا مكن يا اما مصنع يا اما اجهزه يا اما عربيات ماشيه بتزعق، حاجات يعني غريبه الشكل، والاجهزه والمركبات والطائرات وخلافه. حيث اثبتت الدراسات انه يمثل اضرارا بالغه للانسان، منها ما هو نفسي، الواحد بيتعصب 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 قوي، وما هو عصبي وما هو عضوي ايضا. لذا فمن الضروري تقليل الضوضاء اللي تتجنب اثاره الاعصاب، وفي بعض الاحيان فقدان السمع وتدني الانتاج والقدره على العمل. احنا لو شفنا مثلا في البي بي اي اللي هي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، في اللي انا كان بيتكلم دلوقتي على بقى على الكونستراكشن مثلا، عشان برضه تعرفوا ان احنا يعني ايه بنتكلم برضه ايه مرتبط بوزاره المشاريع. فاحيان كتير جدا وفي اماكن كتير جدا لازم تبقى لا العامل او المهندس او من يعمل يعني في 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 في, في البلانت او في البروجكت اللي هو فيه حاطط سماعات على ودانه. ليه؟ لان الديسيبل هيبان دلوقتي بعد كام ديسيبل بيحتاج ان هو لان اكتر من رينج معين ويفقد السمع. يعني في ناس كتير فقدت السمع انها انفجرت جنبها حاجه، عمود بوتاجاز انفجر جنبه وهو في الحرب، فقد السمع نهائيا، اعصابه باظت. يعني احنا مثلا من حرب اكتوبر كان لنا زمايلنا ما ماتوش، لكن لما طلعوا من الجيش ادوهم معامله اسمها شهاده معامله اطفال، اعصابه باظت. ناس متعلمين، خلي بالنا، مش بقول على ناس اعداديه، لا، ناس مهلات عليا بكالوريوسات وطلعوا من الجيش واخدين شهاده كان اسمها شهاده معامله اطفال. طبعا هذا الجيل لا يعلم هذا الكلام، لا يعلم هذا الكلام، لكن ده بيحصل من ايه؟ ما فيش شخص صابته، ما فيش ولا حاجه صابته، لكن هو عايش في كان على خط القناه، كان على طول طيران شغال من الناحيه الثانيه، كانت انابل بتنضرب، ما تعورش ما تخدش، لكن طبعا السمع اتاثر، الاعصاب اتاثرت، ان هو الايدين تتهز تلاقي ايه، ومش خوف، خلي بالنا، انا بقول لك بالعكس، ده كان الشباب ما كانوش بيرضوا ينزلوا الاجازات، يقول لك احنا بنحارب احنا على الجبهه، لكن الضوضاء مؤذيه جدا 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 جدا. تعريف الضوضاء بقى من الصعب الاتفاق على تعريف محدد او مفهوم واحد لاختلاف الاشخاص، كل حسب مزاجه وعمله ومكانه وعوامل اخرى. انت هتلاقي واحد حداد شغال تين تان تين تان ومش مقصره معاه، ممكن حد حدادين قطن وخلاص، انما في ناس ثانيه لو خبطه واحده من دول تضيع له السمع بتاعه. يمكن اعتبار الضوضاء بانها مجموعه من الاصوات غير المرغوب فيها اعتمادا على عوامل المكان والزمان والحاله النفسيه للانسان وغيرها. يعني الضوضاء عباره عن ايه؟ مجموعه من الاصوات غير المرغوب فيها اعتمادا على عوامل المكان والزمان والحاله النفسيه للانسان وغيرها. يعني لو في منطقه صناعيه هي مسموح فيها بنسبه معينه من الديسيبل، انما ما تخدنيش في مستشفى وتحط لي جنبها حاجه بتسبب ضوضاء، ما تجيبليش مدارس تحط حاجه جنبها بتسبب ضوضاء، ان شاء الله رب مزيكا حتى عاليه او اي ميكروفونات او الى اخره. طيب يعرف الضوضاء، ده التعبير بقى اللي هو الايه العلمي،
اي صوت مرتفع يؤدي لازعاج او اقلاق المستمع، تقاس بالاي 1 الى 7 ديسيبل اللي هي بالنسبه للعالم الكبير اللي هو ايه جراهام بيل. جراهام بيل في يونت اسمها ايه؟ ديسيبل. الهمس بقى انا واحد ايه يعني قاعد كده بيه، مش طبعا دي حالات يعني احنا ايه يعني حاله حب بقى، حاله همس، حاله اي حاجه. فالدس الهمس بشكل ايه 30 ديسم كده بنعومه كده وبالراحه والحاجات الجميله دي. طيب الكلام العادي من 30 ل 50 اللي هو العادي احنا بنتكلم كده 30 50 ايه ديسيبل. طيب الصياح بقى زي عند 90 ديسيبل. شوف المفاجاه، الماكينه الكبيره 100 ديسيبل، يعني الفارق ما بين الصياح والماكينه الكبيره يذوب 10 ديسيبل. فنخلي بالنا، دي رسالة للآباء والأمهات والمربين والمدرسين في كل حتة. اعمل كل جهدك انك تحافظ على هدوءك مع الأولاد، وتحافظ على هدوءك عند تربية الجيل الأطفال. يعني ليه؟ لأن في ناس كتير قوي بتستخدم الصياح ده في يعني لاثبات بقى، او حتى مش حاله عصبيه بس، في حاله ان هو عايز يبين بقى اهميه الشغل، اهميه الكلام ده من الاول لاخره. فدي ايه؟ بتشكل خطوره قريبه من ال 100 ديسيبل بتاعت المكنه الكبيره. التيار النفسي قد ايه؟ 150 ديسيبل. طيب شده تاثير الصوت بقى بيقول ان انا من 10 ل 70 ديسيبل لا يوجد ضرر، لا يوجد. طبعا احنا بنقول لا يوجد بوجه عام، انما ممكن في ناس حساسه لو عدت ال 50 هتاثر، بس ده الوجه العام طبعا. لاي ايه قاعده ده استثناء. من 80 ل 90 ضوضاء غير طبيعي غير محتمل، بيبقى يعني ايه دوشه جامده وضوضاء مش طبيعي. ما على ذلك فهو يصل الى حد الخطوره على الجهاز العصبي، زي ما كنا بنقول هناك دلوقتي 90 ديسيبل 100 ديسيبل، نخلي بالنا ايه ما نوصلش لها. طيب اهتم الاسلام على فكره، ده الاسلام ده اللي انا بقوله، انما جميع الاديان حاربت الضوضاء. بس انا هقوله اللي هو اكثر حاجه معروفه وكمان اللي هو الايه؟ الاسلام. امر المسلمين بالسكينه والوقار في كل عباداتهم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يعني ايه؟ ما ترفعش اصواتك فوق صوت النبي، ما تعليش صوتك، ما تجهرش بالقول كجهل بعضكم لبعض، ما تقفش تزعق وتعمل. يبقى بيقول ايه؟ سكينه ولقاء. وقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شو إيه؟ لا يعقلون. يبقى إذن إحنا لما بنعلي صوتنا بشكل أو بآخر، يبقى إحنا إيه؟ خلاص. طيب مصادر الضوضاء بقى إيه؟ بالترتيب كده: وسائل المواصلات ابتداءً من السيارة للقطر للتوك توك لكل انواع للقطارات، فكل دي بتعمل ايه؟ ضوضاء. الطائرات طبعا مصادر ضوضاء، ضوضاء كبيره مش صغيره. عمليات البناء والتشييد ومشاريع البنيه التحتيه خصوصا ليلا، لما بيبقى في ناس يقول لك انا هشتغل بالليل، يقعد بقى الكسرات تكسر وتعمل والعمال تعمل دوشه وتتخانق، ومشاريع البنيه التحتيه خصوصا ليلا يعني. الاجهزه الكهربائيه في المنازل، المراوح بقى والخلاطات والكلام ده كله، دي برضه يعني برضه نبقى مخليين بالنا. مكيفات الهواء طبعا دي يعني تقريبا بقت اتس ماست يعني حاليا، يعني احنا زمان ما كانش حد يتخيل ان هو هتوصل للدرجه دي، لكن بقت شبه ضروره في اماكن كتيره جدا، عشان برضه اختلاف درجات الحراره. يعني درجه الحراره الارض زي ما قلنا اهو، يعني خمس درجات في مش عارف كم الف سنه،
و4 درجات ونص لغايه في 100 سنه. مركبه الهواء ضوضاء الصباح والحرارة. اما بيبقى بقى يعني شقه ساكن فيها ناس كتيره والى الاخر بقى فيها ضوضاء. الفنادق برضه القهاوي والحاجات دي كلها ومش عارف والمنادي على الحاجه وكان من اخره طبعا، او الاجراس بقى اللي ماشيه في الشوارع اللي بيمشي يهلل في الشارع، الحاجات دي كلها من اول لاخرها ايه مش تمام. الادوات والاجهزه المستخدمه في المصانع والورش، محطات الكهرباء الى اخره، مكبرات الصوت اللي يمشي بقى مكبرات الصوت بقى يعلن عن بضاعه، يعمل عن حاجه اي حاجه بايه بتعالج الصوت خصوصا في المدن يعني. طيب مصادر الضوضاء ظاهره متعدده المصادر وموجة في كل زمان ومكان، ولا يسهل السيطره عليها كما في حاله الامر الاخرى كالماء والهواء. ما انت ما تقدرش تسيطر في الضوضاء، يعني سيطرة على الضوضاء احنا هنا يمكن السيطره على ايه؟ يعني مثلا في كذا مره حصلت محافظه اسكندريه الله يرحم بقى اللي توفوا ودي الصحه للي عايشين، منع اللي هو السرينه بتاعت العربيات ممنوع خلاص 24 ساعه، ما كانتش كنتش تسمع صوت واحد بيضرب كلاكس في الشارع. فموضوع عايز يعني جميع انواع الـ 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 الاصلاح محتاجه مش مجرد قانون، محتاجه قرار وتطبيق بس يطبق على الناس كلها، لان الناس على دين ملوكهم مش ملوكهم انا عندي ملك لا. يعني انا لو في بيت وانا راجل ومتعود ان انا بزعق ما اظنش ولادي هيطلعوا هاديين، لازم هيبقى عندهم زعق. لو انا مدرس وبعلم الطلبه اللي عندي سواء في المدارس او كليه وانا بزعق وكان لهم الاخر قطعا هم كمان هيطلعوا كده. كذلك ينقطع اثر الضوضاء بمجرد توقفها كما اننا لا نحس بها الا بجوار مطارية فقط، يعني بمقدار بعدي عنها او قربي منها ممكن ضوضاء تحصل جنبي. يعني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على ايه زمايلنا ربنا يعفى عنهم اللي هم في بعد حرب اكتوبر كانوا واخدين شرس معامله الاطفال لان هم ما خدشوش، ما فيش طلقه ولا شظيه ولا حاجه دخلت، لكن كثر الانفجارات وكثر الاصوات كان عملوا لاخره عمل لهم ضغط عصبي جامد، وكان بيجي لهم العشاء زي المصابين العواجيز وهم شباب لسه في ال 30 32، ولا تنتشر اثارها او ينقل مفعولها من مكان لاخر مثل الماء والهواء. يعني الضوضاء حادث او وقع بتحصل في مكان معين لها دائره معينه بتحصل فيها وبتنتهي خلاص، خلصت مفعولها خلص مفعولها. طيب افكت اوف نويز دي بقى اللي هي ايه ناس كتير جدا ما بتتكلمش فيه، وانا قدرا كده عرفته يعني قدرا اتعرفت على الموضوع ده وهنوريكم دلوقتي يعني هنتفرج ايه الموضوع يعني. يعتبر الضوضاء من اهم مشاكل الحياه العصريه، احنا لسه في الضوضاء على البيئه. التاثيرات العصبيه بسبب الضوضاء اخطر انواع الضغط النفسي على الانسان. انا اسف انا افتكرت الضوء زي الضوضائي لسه فاظن بالضوضائي. يعتبر الضوضاء من اهم مشاكل الحياه العصريه، تاثيرات العصبيه بسبب الضوضاء اخطر انواع الضغط النفسي على الانسان، وهو ايه؟ الشعور بالضيق والعصبيه وسهوله الاثاره وقله التركيز والتفكير وارهاق ذهني وعصبي وعقلي، عدم الارتياح الداخلي، بذلك يؤثر على الصحه العامه، فان اي اضطراب في الحاله النفسيه ينعكس على الحاله الفسيولوجيه للجسم والعكس صحيح. يعني ايه؟ ده ايه؟ فايس فيرسا. فايس فيرسا. انا حالتي النفسيه بتنعكس على الفسيولوجي والفسيولوجي بينعكس على النفس. لو انا ما يعني بتشر عني وعنك وعن الناس كلها، لو انا مرضت اي مرض حالتي النفسيه بتبوظ، ولو حالتي النفسيه باظت الجسم بيتاثر، فدي ايه فايس فيرسا يعني. طيب تاثير التلوث الضوئي على البيئه، التاثير على قدره الانسان العمليه، فقدان السمع جزئيا او كليا، الناس بتفقد سمعها يعني ضرب مع حاجه واحده، اي صوت فوق الديسيبلز اللي كنا بنتكلم عنها تفقد السمع نهائيا. احتماليه الاصابه بالامراض العصبيه،
واللي ما بقولكم دلوقتي زي اخواتنا اللي هم طلعنا من الجيش بعد 73، ضغط الدم ده عادي يعني، بيجي من حاجات كتير قوي، مش عايز اقول من ايه كمان عشان بس ايه الناس ما ايه ما تزعلش مني يعني. طيب الصداع والارهاق والانزعاج في النوم، لما يبقى مثلا انا ساكن في حته او انا في مكان يعني طول الليل بقى بياعين وورش واهاوي وكلام من الاخر، طبعا ده بقى ايه صداع وارهاق وانزعاج في النوم، فقدان الشهيه والشعور بالضيق والانقباض، ده كل ده طبعا ناتج من ايه؟ من الضوضاء، من النورس. التاثيرات العضويه، اضطرابات في الجهاز القلبي، طبعا كل بيقص على القلب، السمع طبعا ده اول حاجه بتتاثر، اضطراب التوازن، وانا قلت لكم دي حقيقه حقيقه يعني، انا اذكر واحد اخونا عزيز يعني، وطلع معاه شباب معاه اطفال وما تعرفش تسلم عليه، ايده بتتهز، امراض القلب وديار ضرباته، ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين. دي اضطرابات التاثيرات العضويه لايه؟ للنويز بوليوشن. افكت اوف نويز بوليوشن تاثير التوتر على البيئه بقى، التاثيرات العضويه، التوتر والارق الشديدين، امراض الجهاز الهضمي، برود الجنسي، فقدان الذاكره، سرعه تعب الجسم، سوء افراز الغدد الصماء، يصبح الجسم قليل المقاومه للامراض الخاصه العصبيه، القرحه المعديه وغيرها ملحوظه. لا تجد غرابه في ان بعض احكام الاعدام في الصين، لا قلت لكم عليها، مش عارف قلت لكم عليها في الاول ولا لا، كانت تتم عن طريق الاصوات المرتفعه، يعني لا يذبحوا ولا يقطعوا رقبه ولا مشنقه ولا اي خالص، حاسه تقذف الطبول ذات الاصوات العاليه وغيرها من الالات النحاسيه بشكل مستمر حتى يقع الشخص صريعا، يقع صريعا. طيب التاثيرات العضويه، الاضطرابات السمعيه، تركيز الصوت بقوه، الوحده السالفه دائما في الاذن ويؤدي الى الصمم العصبي، يمكن ان يمرض غشاء طبله الاذن في حاله الضوضاء الفجائيه اللي كنا عليه دلوقتي، يحتل فقدان السمع المرتبه الرابعه من الامراض المهنيه، اهو ادي ايه في الكونستراكشن، اهو ادي المشروعات اهي، عشان بس الناس ما تقولش احنا بره السياق، والله احنا جواه وجواه قوي، نخلي بالنا يعني. طيب امتد اثر الضوضاء على الحوامل ويتاثر التكوين العصبي للاجنه من ذلك، يعني اما تبقى واحده حامل خطر جدا ان هي تعيش في جو في ضوضاء. هتقول لك ده لسه، لا ده ثبت وثبت علمي ان الضوضاء بتؤثر على التكوين العصبي للاجنه. فانا لما يبقى عندي بنتي، اختي، زوجتي، يعني اي واحده حامل، ابتعد بعدا كاملا عن اي ضوضاء عشان التاثير التكوين العصبي للجنين. يؤثر على تلاميذ المدارس وتمثل في قله استيعابهم وتركيزهم وعدم القدره على حل ابسط العمليات الحسابيه اللي كنا بنتكلم عليه شويه، وقلنا ريكومنديشن اخواننا الاساتذه يعني ايه يخفوا الزعيق وما ياخدوش الموضوع على صدرهم قوي، يحاولوا ان هم يبقوا هادين يعني. امتداد اثر الضوضاء على الحيوانات والنباتات، نخلي بالنا دي برضه دي موجوده، كما عمل تجارب على ذلك، يعني اضرار للبن، يعني لو انا بربي مواشي في حته فيها ضوضاء فيها هوسه وكان بيقول اخره، اضرار اللبن بتاعها ما بيبقاش صح، الكفاءه التكاثريه، نجاح نمو النباتات، النباتات لو هي دي كل دي انا كلام ده انا مش واخده، انا مش مألفه انا مخترعه، ده كل ده من مراجع علميه، قد تكون كذا مرجع في 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 حتت معينه، لكن ده كلام نتيجه تجارب علميه، هجرة بعض الطيور البريه وتشتت خلاص. طيب طرق التحكم في ايه؟ في التلوث الضوضائي. نتحكم ازاي في التلوث الضوضائي؟ منع استعمال مكبرات الصوت او اجهزه الموسيقى الحاده في الشوارع والمقاهي والمحلات العامه او الحفلات. دي حاجه مهمه قوي، حاجه مهمه قوي، حاجه مهمه قوي. انا مش بقول الناس ما تفرحش وما تعملش، لكن كل واحد يعمل حسابه ان ما 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 ما, ما تتجاوزش يعني اذا كان يعني في اول الاسلام او في اول ما تتكون الدوله الاسلاميه او العربيه يعني، ان كانت عاليه الصوت بس كده
ده يعني ايه كبيره من الكبائر، او يعني حاجه مشكله كبيره. فما بالك بقى اللي بيمشي دلوقتي بمكبر صوت يقعد بقى يزعق يغني، يا رب ان شاء الله يتكلم كلام مفيد، لكن مش مكبرات الصوت على الملأ بهذا الشكل، او يمشي مثلا باجهزه موسيقيه عاليه جدا، قال ايه هيسعد الناس في الشوارع او المقاهي او في المقهى مثلا، فعمل بقى يعني ايه الحته كلها فرح ودوشه، وفتح على حاجات طبعا اللي احنا عارفينها دلوقتي، والمحلات العامه والحفلات، يعني الحاجات دي لازم تتمنع منعا باتا، ويعني ايه نرجع تاني للسكينه بتاعتنا، ونرجع تاني لهولنا، نرجع تاني لاعصابنا اللي كانت معانا. يعني التحكم في الاضواء الصادره عن الماكينات الضخمه في المصانع المختلفه هي بتتمنع، خلي بالنا حتى ان ده ممكن نوصلها للزيرو، احنا بنعمل نحطها على ايه؟ في يعني احنا بنحطها على في سوست كبيره، بنحط مثلا جنريتورز، يعني اذكر جنريتور بنحطها على سوست، بنحطها على ايه؟ على ارضيات عازله او مواد عازله للصوت، يعني في مواد عازله للصوت وفي في ارضيات عازله للصوت، وممكن نحط لو جهاز يعني مثلا جنريتور ثقيل او اي حاجه ونحطه على سبرينج، بحيث ان ايه السبرينج بياكل ما بيخلي ما يحصلش ضوضاء من الماكينه. الاهتمام بالتخطيط العمراني للمدن، شوارع واسعه، التشجير، الاحزمه الخضراء، الاحزمه الخضراء دي مش عياء، دي بتعمل التوازن عشان الهواء والاكسجين وهو والتلوث الى اخره. زياده مساحات الحدائق والمتنزهات دي مهمه جدا جدا، ما بقاش احنا مساحه نقول ان احنا مثلا نسبه المباني مثلا 40% احنا نعملها 60، لا لا. ابعاد الصناعات اليدويه عن المساكن، اي صناعه ما تبقاش في وسط المساكن ابدا ابدا، لان يا صوت مكان يا اما بخار هيطلع يا اما حراره هتبقى اي حاجه، يا اما اصوات. استخدام المواد العازله للصوت في الحوائط والاسقف الارضيات، او مش عشان يمنع الصوت ان هو يطلع من بره لجوه، لا الاثنين تمام. زياده المسافه بين مصدر الضوضاء والسامع. طيب طرق الوقايه بقى من الضوضاء، كل ذلك يقلل ويحد، اما ان كان الانسان مضطرا لوجود بالقرب من مصادر الضوضاء فيجب عليه اتباع الطرق الاتيه. انا راكب سيارتي وماشي، لقيت حته بقى فيها ورش، ورش بتزعق، ورش بتعمل، اروح اعمل ايه؟ اروح اقفل الازاز، اقلل اقصى ما يمكن، اعمل ايه؟ طيب قلل استعمال الات التنبيه والافضل عدم استعمالها، ودي عن تجربه حصلت يمكن مرتين ثلاثه في تاريخ حياتنا، يعني ان المحافظ قال مش عايز صوت آلة التنبيه والناس التزمت وكنا زي الفل، بس المحافظ يتغير او مثلا اي حاجه، يعني مش عايز يعني ما بنتقدش حد، اذا سمعت اصوات مكبرات الصوت اغلق الشبابيك والابواب في المنزل او نعم. يعني في مكبرات صوت ماشيه في الشارع، واحد عنده فرح بيعلن ان هو مثلا فرح بنته النهارده بالليل والناس كلها معزومه، عنده اي حاجه، لا سمعت كبرات الصوت وانا في البيت اروح عامل ايه؟ اقفل الشبابيك والابواب في المنزل او المكتب على طول. ماشي. سد فتحات الاذن قطعه من الاذن وازالتها بين الحين والحين، يعني مش احطهم وانساهم، خلي بالنا، لان ايه لو سبتهم بتتكثف الرطوبه وتشجع نمو الفطريات، فيراعى تجنب سد الاذن ايه؟ سدا كاملا بل في حدود تقليل سماع الاصوات. يعني ما 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 مخنقهاش بقى اروح اسدها، لا، ويبقى في نوع من الايه؟ يعني التهويه الخفيفه، يعني التهويه الخفيفه يعني. اتباع اجراءات الامن الصناعي، دي طبعا لما بشتغل في اي حته، وقلنا الكلام ده قبل كده، ان انا ايه؟ في مشروعات كثيره جدا اوبليجاتوري ان لازم يبقى معايا حاطط الايه؟ السماعات اللي الاذن دي موجوده من ضمن البي بي اي البيرسونال بروتكتيف. وقف استخدام اجهزه المسجلات لسماعات الاذن خطيره جدا، سماعات الودان دي خطيره جدا، يعني هي منتشره والى اخره، في الناس بتفضلها يقول لك عشان ما ازعجش اللي حواليا وكده، لكن ما انت بتبوظ ودانك. الفحص الدوري للسيارات بصوره منتظمه ومراقبه انواعها وحالاتها الميكانيكيه وخاصه العادم فيها. العادم بقى دي مش مجرد ان هي الصوت بس، لا بقى دي الصوت بقى والعادم اللي بيطلع من الشكمان وبقى الى اخره.
طيب هي هنتكلم بقى عليها على حاجه بقى ايه اللي هي تلوث الضوئي، وده اللي كنت بقول عليه من شويه. مش هتلاقي ناس كتير اتكلمت في هذا الكلام، ولو انه بقى له مده مصار، والناس دلوقتي في ناس كتير بتعمل ابحاث عليه، وناس كتير يعني قوانين ازاي يتعامل معاه. قبل تحس الخطيره من صوره تلوث حواجز السيارات، غالبيه حواجز السيارات بتحصل امتى؟ طبعا السرعه والكلام ده كله عدم الزبده، لكن تبقى بالليل. سوء استخدام الانسان لمصادر ونوعيه واماكن الاضاءه الليل. يعني انا ببقى ماشي بالسياره، عندي النور الاول عادي لتحت، وعندي نور واطي، وهذا النور عالي. السواق بقى اللي هو مش يعني مش متمكن، بتلاقيه طول مره النور العالي وبيجري، كل ده بيأذي كل اللي جاي في الناحيه الثانيه. اثبت دراسات انه يمثل اضرارا بالغه للانسان، ما هو نفسي وما هو عصبي، ويسبب معظم الحوادث على الطريق. اللي هو ايه؟ اللي جاي من السيارات والاضاءه نفسها بتاعت الطرق بالليل نفس القصه. في ضوء، عشان كده النهارده في انواع كتير من الاضاءات دلوقتي، حاجات كتير يعني. انا طبعا مش متخصص، بس ايه، في لمبات يعني انواع مختلفه، بحيث ان احنا ايه نقلل التلوث الضوئي. يعني لازم من الضروري عايز تصميم طرق الاضاءه ليلا، لازم طرق الاضاءه عموما، سواء في الطرق، سواء على المحلات، سواء في السيارات، واستخدام الطرق العلميه والعمليه لتصميم الاضاءه لازم يبقى فيه يعني وعد تصميمها وتعمل بالشكل الجيد. هنا بقى International Dark Sky Association، دي الحقيقه هي الاي دي اي، International Dark Sky Association، دي مش ناس كتير تعرفها. هذه بعض النشرات العلميه، في نشره علميه التي تبحث في التلوث الضوئي واضراره في الدول المتقدمه. خلي بالك الكلام طبعا احنا لسه ايه ما جالناش قوي، واضراره في الدول المتقدمه، وهو يعتبر احدث العلوم في مجال البيئه، وقد وضعوا القوانين التي تحد من استخدام التلوث الضوئي من الاضاءه العاديه، ولم يتطرق احد الى الان للحديث عن التلوث الضوئي الذي يحدث من نظام الاضاءه الليليه للسيارات المستخدم الان في جميع السيارات، الذي ينطلق منها الضوء بقوة عشوائية في كل مكان حتى إلى السماء، يؤثر على ظلمة السماء وتأثير على توازن البيئة الحياة البرية. يعني الأنوار اللي بتنطلق من السيارات اللي بتمشي مثلا على الطرق بتؤثر على كل شيء حتى الحياة البرية. هنا برضه هي International Dark Sky Association، اللي عايز بقى يدور ويزود ياخد الاسم ده ويشوف الابحاث ويشوف الدوكيومنتيشن بتاعتها. تاثير انتشار التلوث الضوئي للبيئه على الصحه العامه والاهتمام في الدول المتقدمه، واصدار القرارات للحد من التلوث الضوئي للبيئه من الاضاءه في المناطق الحضريه نتيجه الاستخدام المفرط للاضاءه القويه العشوائيه وانتشارها في كل الاتجاه وتاثير ذلك على حياه الانسان. دي اخر نقطه كان فيها على فكره، بس بعد كده هيبقى في ايه حتى كده نفك بيها عن نفسنا شويه. تأثير انتشار التلوث الضوئي للبيئة برضه، كل دي عبارة عن إيه؟ International Dark Sky Association اللي هي الإيه؟ الـ IDA. تأثير انتشار التلوث الضوئي للبيئة على الحياة البرية والاهتمام في الدول المتقدمة، وإصدار القرارات للحد من التلوث الضوئي للبيئة من الإضاءة في المناطق الحضرية. لم يذكر أحد التلوث الناتج عن ضوء السيارات، ذلك على وجود بديل للنظام المستخدم الآن. طيب هنا بقى أسئلة غير بريئة، هي المفروض نقول أسئلة بريئة، لكن أنا بصراحة هي أسئلة غير بريئة. يعني نقول إيه؟ هل يمكن إصلاح ما أفسده الإنسان؟ هل يمكن؟ أنا متهيألي لو قلت للناس دلوقتي ارفعوا إيديكم ولا واحد هيرفع إيده، هقول مش ممكن.
صح؟ طيب إذا ما هو الممكن؟ قد يكون الممكن إن احنا نحافظ على اللي احنا فيه، وقد ممكن نقول إن احنا ممكن نصلح مثلا نسبة من اللي فات ونحافظ عليه، وكيف يمكن تحقيقه؟ خلي بالنا ممكن إصلاح الأفساد الإنسان، مش بقول مش ممكن، بس أنا بقول للإيه؟ للفيري بسيمستيك بيبل، إن يعني هنقول إيه؟ ما أقدرش أصلح الأفساد الإنسان. طب إيه الممكن؟ على الحد الأدنى أحافظ على اللي أنا فيه، مش كده؟ طيب وكيف ممكن التحقيق ده؟ سواء بقى إن أنا أصلح أو إن أنا أحافظ على اللي أنا وصلت له. كل دي أسئلة غير بريئة، خلي بالكم. وهل القوانين والقواعد الموجودة حاليا تحافظ حتى على ثبات حالتي بعلمية علاجي؟ لو حد قال لي اه هزعل منه قوي، لان الكلام ده مش موجود في اي حته في العالم. اوعى نعتقد ان هي في مصر بس، ده هي مصر يمكن احنا ما عندناش التطور الصناعي العالي قوي ولا البروديوشن العالي قوي زي ما موجود مثلا في البلاد الصناعيه الجامده زي المانيا، زي امريكا، زي الصين، زي اليابان، زي اسبانيا، يعني دول كثيره جدا. صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا، بس مش مستحيل، ممكن. هنقول ازاي؟ وتستمر الحاله على ما هو عليه من معدلات التلوث، فمتى ستستحيل الحياه على هذا الكوكب؟ يعني اكثر الناس تشاؤما، the most optimistic، يحسبوا لنا بقى طالما هم يأسوا خلاص على المعدلات اللي احنا حاصلين فيها، وان احنا 2050 درجة حرارة الكرة الأرضية هتزيد 4.5 درجات، تخيلوا عن اللي احنا فيه دلوقتي كم البولوشن هيبقى قد ايه؟ فامتى ستستحيل الحياة على هذا الكوكب؟ وطالما احنا بنحسب بقى وبنقول، يبقى ايه؟ يبقى ممكن نحسب يوم الايام هيقوم امتى؟ طبعا ده حاجة يعني ايه؟ دي استحالة طبعا. اللي انا بقوله ايه؟ الرد اللي انا بقوله، عشان كده كنت بقول له ده سؤال اسئلة غير بريئة. احنا بنقول ايه؟ نعم يمكننا بتوفيق من الله واعتمادنا عليه ثم على انفسنا، والامثله كثيره. ايه بقى الامثله اللي هنقولها بقى؟ احنا عندنا مثالين. احنا ممكن نصلح، وممكن نصلح 100%، لان اللي حصل ده صناعي في 100 سنه. انا اقدر امشي كويس، بلاش نقول 200، 50 60 سنه التزام على هذا الكوكب. 50 سنه مش كتير على فكره، لو مشينا بنهج مظبوط وسليم واهتمينا ان احنا نعوض الكره الارضيه عن الزراعات اللي اتقطعت منها وعن الاتلاف اللي حصل فيها، وخصوصا النهارده العلوم تقدمت تقدم يعني انبليفبل. النانو تكنولوجي النهارده، ان احنا لسه في مصر، مش مصر بس يعني، حتى كتير في العالم ما استخدمتوش كويس، بيستخدم في اداء الحاجات. فاحنا ايه بنقول؟ من فضل الله يمكننا بالتوفيق من الله واعتمادنا عليه ثم على انفسنا ولا امثله كثيره منها. اول مثال على امكانيه اصلاح اي حاجه كوكب اليابان. طبعا احنا بنقول كوكب اليابان، احنا بنظل نقول كوكب اليابان، كوكب اليابان، كوكب اليابان، لغايه ما جت كورونا فضحت العالم كله. ليه؟ احنا كنا فاكرين ان اليابان دي اعلى حضاره واعلى تكنولوجي في العالم. طلع لا. طلع ان كوكب الصين متقدم على كوكب اليابان، مش عايز اقول ب 100 سنه على الاقل. طبعا كلنا ظهرت لنا المشروعات بتاعت الصين وامكانياتها وكل ما فيها. نهايته مش وقت الكلام بالشكل ده. المهم كوكب اليابان عمل ايه بقى؟ عام 44 على ما اعتقد، هذه الحرب العالميه الثانيه بقت 42، سنه 44 حصل كده يعني ايه كلام بين امريكا وبين اليابان، ونوقف الحرب ومش نوقف الحرب وخلاص، وبعتت ناس. اليابان رفضت توقف الحرب،
وراحوا عاملين ايه؟ اخذوا قرار، وللاسف وللاسف ان حتى النهارده حتى اليوم وجهه نظر قويه جدا في امريكا بتقول ان لو ما كانش حصل القنبلتين الذريتين اللي اتضربوا على اليابان ما كانتش الحرب خلصت. طبعا انا مش هسال حد، يعني طبعا دي اراء ودي وجهات نظر، انما انا رايي الشخصي ان دي اكبر كارثه الانسان عملها في التاريخ، في التاريخ كله، في الاف السنين او مئات الاف السنين اللي ربنا خلقها كوكب الارض. طيب فقنابل زي على هيروشيما وناجازاكي اكبر كارثه صنعها الانسان. تعالوا كده نبص، ده شكل احد القنابل اللي اتحدفت هناك. الباشا بقى بيظبطها بقى وبيخلص اللحام بتاعها يعني بيظبطها بقى الفينشنج بتاعها عشان ما تطلع على الطياره تبقى يعني ايه؟ تبقى حلوه يعني. دي اول ما اترمت القنابل، الارض مش باينه من هنا، اديكم شايفين اللي طلع من قنبله مغطي لغايه فين؟ ده السحب تحت اهي، السحب تحت، السحب تحت، كل ده معدي السحب وضارب فوق. أو كل ده طالع فوق الصحب. فشوف مدى الدمار ومدى الخراب ومدى السوء اللي حصل في اليابان. بلاش دي، الاثنين دول جايين بسرعه لان دي صور متاخده مباشره بعد القنابل ما ضربت هيروشيما وناجازاكي. ادي شكل ناجازاكي اهي، او هيروشيما، لا ناجازاكي. اي شكل البلد على مدى البصر اهي، كلها 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 بقى التراب الا المبنى ده. المبنى ده انا هوريكم صور، وبعد كده اللي بين طلعوا اذكياء جدا، صلحوه وعملوه وظبطوه كل حاجه، وسابوا القبه اللي وقعت دي فوق سابوها زي ما هي، وسابوا شويه حاجات كده مكسره من فوق عشان ايه؟ الناس تظل فاكره ان دي كانت في الحرب كان شكلها ايه. ادي اثار الدمار اللي حصل في اليابان. طبعا انا اسف جدا ان انا بقول لكم هذا الكلام وبوريه لكم، لان دي حاجه يعني بتوجع القلب، بتعمل حاجات كتير قوي. لكن انا بوريكم لاي مدى كانت البلدين دول حصل فيهم ايه، هيروشيما وناجازاكي. ادي بلد اهي، ما اعرفش بقى يعني انا فيهم هيروشيما وناجازاكي، طبعا كل دي موجوده في الريفرنسز، لكن انا يعني ايه يعني جهزت الكلام ده يعني انا بعتبره بسرعه لانه يعني الحمد لله انا قدرت اعرضه النهارده يعني. ادي بلد كامله اهي اهي، حد متخيل بلد زي دي وكانت قمه يوصل فيها هذا الكلام وتصل ان هي تراب غير مئات الالوف من البشر اللي ماتوا والحيوانات اللي ماتوا والحياه اللي اتدمرت. ادي اتنين اهو بيتفرجوا على اللي قدامهم، شايفين ايه؟ فين وفين؟ ادي الخراب والدمار اللي عملته القنابل الذريه. دي من اجمل الصور اللي انا شفتها في حياتي واثرت في تاثير كبير جدا. هذه الصوره ماخوذه بعد اقل من اسبوع من ضرب القنابل النوويه على اليابان. ادي فصل في تلاميذ اهم، دول ايه دول؟ كل دول تلاميذ اهو، ودي تلميذات اهي قاعدين ورا، وكل واحد على تخته لوحده. بعد اسبوع عشان نعرف الامم بتتقدم بايه؟ الامم تتقدم بانتهاك اخر العلوم وتتقدم باخر التكنولوجيات. الصوره اللي جايه معلش يمكن نزعل عليها شويه بس لازم تشوفوها برضه. ادي طالب، ده مش طالب، ده تلميذ لا يتجاوز عمره 7 8 سنين، في نفس الاسبوع اللي اتضربت فيه بلده، قاعد عم في المدرسه وعمال ووجهه شايفاه، اديكم شايفينه، ما عليهوش جلد،
والولد بيبص بالعافيه وقاعد بيتعلم وبيذاكر. هنا دي الصور بقى اللي هي ايه؟ دي صوره بعد فتره بقى من الايه؟ اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ انا مش جاي اقطع قلبكم ولا جاي اقول لكم ده كذا كذا، انا بقول لكم ان هيروشيما وناجازاكي كانت مدن جميله جدا وكبيره جدا ورائعه، وتم تدميرها لما استوت تساوت بالارض. ومع هذا اليابان صلحتهم وعملتهم وبقوا من ارقى المدن اللي في العالم. ادي المبنى اللي كنت بقول لكم عليه دلوقتي اهو، سابوا القبه بتاعته وسابوا شويه حاجات من اللي هي ايه؟ متكسره فيه، ما صلحوهاش، وبقيه المدينه اهي زي ما انتم شايفين كده. بس ده متساب كسيمبل ان اخواننا دي اثار الحرب اللي عملتها علينا او الدمار اللي عملته الامريكا فينا. ادي اهو، ادي المبنى اهو، وادي المبنى تاني اهو. انا ما اعرفش المبنى اللي هم عملوا كده ليه، لكن هم قطعا عشان الناس تفضل فاكره وحاسه بان انها تفضل تذاكر وتتعلم وتلتزم. الحقيقه انا اشتغلت فتره قصيره مع يابانيين. الخلق العظيم هو قبلك يقول لك انت المستر حسن صن، مستر حسين صن. هنا بنقول لواحد يا بيه او يا باشا او يا استاذ، ناس بتتريق حسين صن او علي صن او اي حاجه، يعني راجل بيه يعني له 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 تقدير، وينحني لك ويسلم عليك ويقدرك. لا يعيب الانسان هو على خلق، بالعكس ده على العكس هو اللي يعيب. دي الارض ايام ما اتضررت، دي الارض حاليا النهارده، حتى باينين الايه؟ الغطا ده يمكن ده غطا بتاع صرف ولا حاجه. ادي برضو الموقف هنا بعد ضرب القنبله النوويه، ادي دلوقتي ادي الصوره اهي وقتها، ونفس المبنى برضو اهو ظهر برضو هنا، ظاهرين هنا. انا على فكره ما ركبتش الصور دي، ده انا واخدها زي ما هي كده، بس دي من ايشيوز او من اماكن يعني مختلفه يعني. طيب ادي برضو، ادي اهو ده كان كده وبقى كده، دي كانت كده اهي وبقت كده، دي كانت كده وكده. القصد من الكلام كله ايه؟ ان يمكن الانسان اذا اراد ان يصلح ويعود الامور الى احسن مما كانت عليه يمكن، يعني يمكن للانسان الحالي على كوكب الارض ان هو يعيد الحياه الطبيعيه كما خلقها الله اذا اراد ان يفعل هذا. ادي اهو، ادي صوره وادي صوره، ادي الصوره تاني اهو جايبين لها تاني. ادي الارض اهي، ادي بعد القنبله ما حصلت. شوفوا شايفين البلد عامل ازاي، عامل زي الخراب ازاي. شايفين الكلام ده؟ شايفين الكلام ده؟ شايفين الكلام ده؟ ده ال يعني الريزيديوالز بتاعت اللي طالعه من القنبله. ادي شكل بتاع برضه كل دي، كل دي مطارات، كل دي اكيد اللي مصورها الامريكان، لان انا اخدتها من مراجع يعني. ادي الصوره الحاليه لناجازاكي. طبعا هي مشوشه يعني، مش كوميلفو يعني زي ما بيقولوا الفرنساويين، لكن ادي الصوره بتاعتها دلوقتي. طيب الله، طب ده دي اليابان، هو احنا زي اليابان؟ احنا ليه ما عندناش ثقه في انفسنا ان احنا، مش عايز اقول احسن من اليابان ولا احسن من حد، عشان ما حدش يعتقد ان احنا يعني ايه يعني يعني بنضطر او بنبذل نفسنا اخطر من قتل. هنقول احنا كلنا بشر زي بعض، لكن نقدر نعمل، نقدر نصلح. هل ممكن؟ ما ده السؤال اللي بقول عليه سؤال غير ايه؟ احنا سميناه اسئله ايه؟ طيب ايوه ممكن، وحصل في حته في الدول العربيه حاجة احنا عشناها وشفناها. في بلد عربي ضربها تسونامي سنة 2004 ودمرها. دمرها. نعم نستطيع مثل اليابان وأكثر إذا أردنا وصممنا وأدارنا 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 بالألف مش بالقاف.
سلطنة عمان تسونامي قوي جدا عام 2004، جدا جدا. ادي شاطئ عمان اهو، اعتقد ده مسجد قابوس. لا مش مسجد قابوس، لا قد يكون هو، انا مش عشان بس بقول كلام يعني. مش ادي التسونامي اللي حصل، شفت التدمير اللي حصل في البلد. شفت دي صورة، دي صورة من فوق يعني، صورة يعني من الطيارة. ادي الصورة بعد التسونامي عاملة ازاي، ادي صورة الخراب اللي حصل، ادي صورة خراب، ادي صورة الخراب اللي حصل والسيارات كان كله. الكلام ده احنا عشناه، شفناه، كنا رجالة كبار خلاص. ومش هخفي عليكم حاجة، أنا كان ليا ابني موجود جوه عمان وقت ما حصل التسونامي، وشاف الكلام ده بعينه. هو ما عرفش طبعا إن أنا هقول الكلام ده، أنا ما أعرفش هو شافه أو ما شافوش، لكن كان ليا ابني كان بيشتغل هناك وشاف هذا الكلام. أدي صور برضو اللي حصل، أدي صور اللي حصلت. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرفوا عظم المشكلة دي. بقى كل دي دراسات اللي حصلت يعني. هنا اهو ادي عمان اهي، في هنا بلد. انا كنت هنا يعني، اشتغلت هنا برضه فتره في عمان. و في نقطه هنا اهو، هنا هو فوق عمان خالص، فوق خالص. كان اسمها ايه يا ربي؟ مش فاكر اسمها ايه، هفتكر دلوقتي اسمها. يعني هي فوق عند خليج هرمز، بتقدر تشوف اليابان، تقدر تشوف ايران منها من الحته دي بالظبط. وهناك طبعا السمك رخيص جدا جدا في الحته دي. المهم دي الدراسات بقى اللي اتعملت، وده الاون فراكشر زون، الفراكشر زون اللي حصلت، ودي الدراسات بقى اللي هي اتعملت، وايه سلطان قابوس سبورت. لا يعني كل دي حاجات ايه، دراسات اللي اتعملت، دي السيناريوهات اللي حصلت، كانوا ايه قاعدين بيدرسوا فيها عشان يشوفوا الكلام ده منين. هل هو سيناريو جاي من هنا وجاي من هنا عشان نضرب المنطقه هنا، ولا هو جاي سيناريو جاي كده من بعيد يعني، دي الهند جاي من هنا، السيناريو جاي كده على صلاله. فمحدش ايه، عشان الناس ما ايه مت يعني، ما حدش يعني ايه، ما تبقاش يعني احنا بنتكلم سريع يعني، نقول ان ايه الموضوع ده دراسه ودراسات علميه، مش يعني كلام مستمع. لا دي كل حاجه اتدرست، حاجه اتعملت خلاص. طيب ادي كل الدراسات العلميه للمهتم بقى يبتدي يبحث ويعمل دي، لان عمان فيها جبل كبير جدا، حتى هناك نظام الري وكلام، في افلاج، دي حاجات ماشيه يعني، يعني عباره عن يعني مجاري مائيه في الجبل وبتنزل لغايه تحت. والعمانيين على فكره من اطيب الشعوب اللي في الدنيا بحال، مش المنطقه العربيه، الدنيا بحال، ومحبين جدا لبعض، ومحبين جدا لكل الناس، مش لحد وحد لا يعني. ويعني الحقيقه يعني الحقيقه يعني، والله يرحمه السلطان قابوس كان عاشق لبلده وعاشق لتراب بلده. استلمها سنه 70، كانت يعني خراب خراب، وتوفى من سنتين ولا حاجه، وهي يعني ايه يعني قائدة من 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 قادة العدل في العالم كله من أول لآخره، الله يرحمه. المهم كل دي الدراسات اللي حصلت. خلينا نكمل. طيب إيه اللي حصل؟ دول الخليج الحقيقة كانت إيه؟ كانت كانوا رجالة يعني، زي ما بيقولوا عندنا الصعايدة يعني. فعرضوا على السلطان قابوس الله يرحمه، قالوا احنا هنساعدك، ما تقلقش، ما تشيلش هم، واحنا ايه هنساعدك وهنعمل كذا 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 والكلام ده كله. طبعا ده في حته اوفر 11 ديد وميني ريسكيود، يعني بيقولوا اكثر من 11 11 ماتوا، دي في حته من الحتت يعني، والميني ريسكيود يعني ايه، وكتير تم انقاذهم يعني. المهم السلطان قابوس الله يرحمه خطبة للشعب العماني،
دي صورة حلوة اللي هي صورة الشعب دي اللي أنا عايز أوريها لكم. لما دول الإمارات قالت سلطان قابوس قالت له إحنا هنساعدك وجاهزين وأي حاجة وتحت أمرك و و وإحنا إخوة وإحنا وإحنا وإحنا. قال لهم متشكر جدا. متشكر جدا بنشكركم. وخطاب موجه للشعب العماني. قال لهم دي بلدنا. لو مش هنقدر نصلحها بنفسنا يبقى ما نستاهلهاش. ادي جزء اهو فريش باتش اوف ريكروتس. الشعب العماني بالكامل بالوزراء بتوعه بسلطان قابوس كانوا في الشوارع بينظفوا بلدهم واعادوها الى افضل مما كانت عليه. بشكركم جدا 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 وبتمنى ان انا ما اكونش طولت. انا طولت عليكم جامد انا عارف يعني بس يعني ايه ان شاء الله الموضوعات اللي جايه هتبقى يعني ايه مش طويله قوي كده وهتبقى كل حاجه ان شاء الله اخف. وبشكركم جدا 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 على تحملكم والدنيا مفتوحه لاي سؤال او اي نقاش او اي حاجه في الحاضر او في جد يعني انا جاهز. انا جاهز. شمس عمر شمس محمود انا مش عارف دلوقتي ايه في اي حد له عنده اي تساؤل او اي حاجه. في البدايه شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضره الجميله دي والمعلومات القيمه اللي احنا يعني تعرضنا ليها النهارده. ولو في اي حد يا جماعه عنده اي استفسار او اي سؤال او اي حاجه مش واضحه يتفضل يعمل رايز هاند او يبعت في الشات. اديهم فرصة كده يفكروا او يشوفوا او يعني ومحدش يحرج من اي حاجة ومحدش يعني احنا يعني ايه انا ما بسميش الكلام ده انا بسميها لقاءات وانا بستمتع جدا وانا في وسطيكم ومعاكم الحقيقة والحقيقة يعني بيم اريبيا يعني انا مش بشكر باشمهندس عمر ده مفيش كلمات تنفع تكفي الجروب اللي بيدير بيم اريبيا دلوقتي كم الدورات الموجودة يعني تكفي الحقيقة. أنا لا أجامل ولا في مصلحة إن الحقيقة ما يحدث من بيم أريبيا دلوقتي بتنشر حاجات كثيرة جدا ناس كثيرة جدا محتاجين لها زي مثلا الريفت زي البروجكت مانجمنت زي البريمافيرا حاجات كتير جدا دورات كتير جدا بتتعمل دلوقتي وفول فري والشباب اللي بيدوا الدورات من اجمل ما يكون. تحيه لكل اللي بيم اريبيا والمهندس عمر وكل اللي بيديروا وللشباب الجميل اللي استمتعت جدا باني بسمعهم وبشوفهم وجزاهم الله خيرا وجزاكم كلكم خيرا والله الحقيقه ربنا يبارك فيكم. أنا جاهز لأي سؤال لأي حاجة لأي تعليق لأي فكرة جت من حد في الـ في الـ في الـ في الـ من الحاجات اللي فاتت أنا تحت أمركم. هل في أي حاجة؟ هو بس في سؤال بيقول هو بالنسبة لتجريف التربة هل يمكن معالجتها؟ ما فيش حاجة مش ممكن معالجتها. ما فيش حاجة مش ممكن معالجتها ولا أصلا مش معالجتها دي ان انا مش مثلا هرجعها تاني لطبيعتها الاصليه لا ان انا هستخدمها استخدام امثل استخدام صح ما هخليهاش تسبب لي التلوث. ما فيش مستحيل على وجه الارض. النهارده انا مش يعني احنا كنا يمكن مع بعض من يومين مع الحقيقه واحد من الناس الفنانين هو استاذ في كليه هنا في اسكندريه في كليه الفنون الجميله اللي كان بيعلمنا الطباعه والعضويه اللي بيتكلم عن نانو تكنولوجي بيتكلم يعني النهارده العلوم الحديثه
والنانو تكنولوجي دخلت في كل حاجه، في كل حاجه، فما بقاش حد عنده حجه ان في حاجه ما تتحلش. وده حتى انا بقول لهم دايما يا اخوانا، مصر، مصر في 73 من كام سنه، 50 سنه دلوقتي تقريبا، تقريبا هنقول 48 سنه خلاص، حطمت خط برليف. خط برليف ده انا كنت ضابط في الجيش، ما كنتش مصدق، كنت مصدق وانا ضابط في الجيش ان ده حتم. هل احنا عاجزين ان احنا نحل اي مشكله تقابلنا؟ مستحيل. انا بتكلم على مش مصر بس، مصر والعالم العربي كله واي حد في الدنيا عنده مشكله وانتاج نهدي علمي ويعملها ويخلصها كل حاجه، لان ما بقاش في مستحيل قدام العلم ولا طبعا بتوفيق من الله. توفيق من الله، خلي بالك، مش احنا بس، يعني مش كل واحد على دراعه او كل، لا، توفيق من الله سبحانه وتعالى. بس يبقى عندنا الاخلاص، عندنا الامانه، عندنا الرغبه في اننا نحافظ على 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 علمنا، نحافظ على بلادنا، نحافظ على انفسنا من كل حاجه. في حاجه الاخبار، وقفنا الشير بقى عشان ايه نتكلم مع بعض. ها، مفيش اي سؤال؟ يعني نفهم من كده ان الامور الحمد لله كلها وصلت يعني 100 100، ولا الناس مكسوفه، ولا خلاص؟ طيب، وفي بس سؤال بيقول يا دكتور، الاراضي الزراعيه التي تم البناء عليها هل يمكن اعاده زراعتها مره اخرى؟ طبعا طبعا، ما دي احد اخطاء بعض الفلاسفه. معلش انا مش عايز اتكلم عشان ايه ما يفهمش انا بتكلم في السياسه، يعني انا شخصيا يعني لا علاقه لي بالسياسه ولا بحبها ولا عايز حاجه منها ولا من اللي وراها. ان انا يبقى عندي ارض زراعيه وعندي صحراء، ابني على الارض الزراعيه واروح اصلح الصحراء، يعني ده منطق محدش في الدنيا يتخيل. معلش انا اسف، بس انا يعني انا مش بهاجم حد، هي كلها يعني ايه امور حصلت وخلاص، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصل لما نحن فيه. لكن مفيش حاجه في الدنيا ما تتصلحش، مفيش حاجه في الدنيا ما تتصلحش بامر الله سبحانه وتعالى وبحسن الدراسه وبحسن التخطيط. دول كثيره جدا رمله ما عندهاش ميه وبتزرع وبقت سكور في الزراعه وبواسطه في الزراعه. دول كثيره جدا كانوا بيجوا مصر من شرق اسيا عشان يعرفوا مصر تشتغل ازاي ويتعلموا منها الشغل ازاي والاداره ازاي والتعامل ازاي. النهارده هم يعني بيقودوا العالم كله او الاخر. فاحنا من فضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني باذن الله يعني بنامل خير ان شاء الله، وبنامل ان شاء الله ان يعني إن يعني 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 التوب مانجمنت في مصر واللي ماسكين وبيعملوا مشروعات دلوقتي في مصر لم تحدث في تاريخها، ان احنا يعني ايه نصل الى مكاننا الحقيقي ضمن الدول العظمى والدول الكبرى في العالم كله من اول اخر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالعلم والتكنولوجيا بس يعني محتاجين شغل، محتاجين خطه استراتيجيه، محتاجين يعني ان احنا نتماسك قوي، نمسك في بعض قوي، ما نختلفش مع بعض الحاجات الهايفه، اهلي وزمالك وصعيدي وبحراوي ومسلم ومسيحي، يعني الكلام اللي هو زرع فينا ده قصدا من اعدائنا احنا نبطله. هنحب بعض جدا 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 زي ما طول عمرنا كنا بنحب بعض جدا، طول عمرنا طول عمرنا طول عمرنا، خلي بالك، يعني مش في الريف بس، لو في المدن، في اسكندريه، في القاهره، دي كلها كده، ما كانش في حاجه اسمها حد يفتح راديو ولا تلفزيون لو في واحد مات في الحته ويقعد يمكن لغايه ال 40، ما فيش تلفزيون يتفتح ولا راديو يتفتح. يعني
يعني ايام ما كانش ينفع حد عنده مثلا ثلاث اربع فدادين زرعهم اي حاجه وجاب نتيجه الزراعه وموزعش على جيران، دي مصر ما كانش في حد يعني ايه بيتعامل مع جاره المسلم على انه مسيحي او المسيحي على انه مسلم ولا يهودي حد. مصر 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 يعني دي الحب الاعظم لينا كلنا، ولازم كلنا ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى وتكاتفنا والروح اللي انا شايفها دلوقتي بتتكون والشباب اللي طالع واللي شفت والله الحقيقه شباب يعني هو بين قريب والله يعني بامل كل الخير على امثالكم كلكم وامثال الشباب ده كله واقول له لاخره. واوعى حد يعتقد اللي يقعد يقول لك ده احنا كنا جيل احسن من اللي ورانا، ده كلام مش مظبوط. الشباب ما شاء الله زي الفل، وان شاء الله باذن الله تعالى بفضل الله هيعيد الاصلاح وهنرجع تاني احسن من الاول مليون مره باذن الله تعالى باذن الله تعالى بالشباب الجميل اللي طالع وبالشباب اللي هو الموجود دلوقتي في بلدنا كلها من هو الاخر. باشمهندس احمد حسام مش كده اللي معايا؟ دكتور، هو في سؤال بيقول هل يعتبر ما حصل بدولة اليابان من ال من ال urban decay urban decay من القنابل الذرية؟ مش عارف والله، هو في من ال وبعدين كتب انجليزي فالكلام معكوس في أنهي حتة موجودة يعني على على الشات يعني على الشات. Let's continue نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نكبرها كده نشوف، كبرها كده ايه دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ده هنا تحت ما في مشكلة عندي هنا. هل ايه هو ده السؤال يا دكتور؟ من الاوربان ديكي يعني قصدي يعني الاوربان ديكي يعني ايه؟ يعني يقصد ايه؟ دي بنتنا شيماء انوهي. طب ما ممكن تتكلم يعني، خلينا نتكلم مع بعض. الباشمهندسة شيماء ممكن معاها تليفون او حاجه ولا هي ترجمتها للاضمحلال الحضري؟ ده مش اضمحلال، ده مش اضمحلال، ده الانهاء، الانهاء الحضري مش اضمحلال، ده فول ديسترويد، فول ديسترويد. انت مش شفت الصوره ايه؟ ده فول ديسترويد. ده هم لما بقول لكم ان هم في خلال اسبوع كانت مدرسه شغاله وبتعلمه، دي مش مدرسه، ده حته كده يعني مثلا جت سليمه ولا حاجه، يعني ممكن تكون مثلا عربيه قطر اي حاجه وعملوا فيها فصل عشان الناس عارفه ان العلم والتعليم هو والنشأ هو السبب، هو اللي حي 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 هيخرجهم من الازمه وهو اللي هيحل لهم المشاكل. الاهلاوي يعني واخدين بالكم؟ بس ده فول ديستروي، فول ديستروي، مش يعني ماشي ماشي يا باشمهندس، محدش يخشى او يتكسف انه يتكلم، احنا كلكم ابنائنا يعني. طب هل في سؤال تاني؟ وفي سؤال اتبعت لي على الخاص ومش باين في العام، ففي في واحد بيقول هل ترى حضرتك ان القنبله الذريه دمرت منشآت ولكنها لم تستطيع ان تنال من الانسان الياباني نفسه، الانسان اللي اليابان نفسها صنعته وهو ده اللي واجه التحدي بعد كده واستمر وكمل، فهل ان بناء يعني دي حاجة بتثبت ان بناء الانسان هو اللي بيكمل بعد كده مهما حصل من دمار او من اشياء تحطم امم، الى ان الانسان المتعلم او اللي عارف قيمة العلم هو ده اللي بيكمل بعد كده الدولة بعد انهيار كامل لحضارتها لعلمائها
وما الله يفتح بعد عليك. ذلك تكمل وتوصل للمرحلة دي، او كونهم يبقوا عارفين أهمية العلم، ده معناتها ان الانسان الياباني هو ما اتهزمش في الحرب، وانهزمت الدولة، انهزم الجيش، لكن الانسان ده استمر بعد كده وقدر يحول. ولا الدولة ولا الدولة ولا الجيش ولا الشعب انهزم في اليابان، لأن القنبلة الذرية دي مدمرة. إنما الناس اللي بعد أسبوع كانت في المدارس وبتتعلم، ده موضوع تاني. أنا هكلم بقى كلمتين مانجمنت، خلي بالك. هنفكركم إحنا كنا بنقول يعني إيه؟ يعني إيه إدارة؟ هي دي الإدارة. عشان قلنا الإدارة اللي هي تطبيق الفور فانكشنز اوف مانجمنت، اللي هو بلان اورجنايز بليف وكنترول على فور ريسورسز، يعني تطبيق وظائف الاداره على مصادر الانتاج الاربعه اللي هم ايه؟ اول حاجه ايه فيهم؟ الاول ام مان باور، مان باور مش كده؟ بعدين الماشينري، بعدين الماتيريال، بعدين الماني، صح؟ اهم حاجه فيها المان باور. انا عندي سليم، يعني سليم من كله، انا ما عنديش اي مشكله تانية. وعلى فكره اليابان لا تمتلك ماتيريال، بيستوردوا كل انواع الرو ماتيريال، ما عندهمش غير انسان. والكلام ده بنقوله من سنه 2000، اول ما بدانا ندي محاضرات في الاداره في هنا، ويمكن قلناها برضو في محاضره المحاضرات الاولى. الانسان هو يعني اي حضاره تقوم بالانسان وللانسان. مع الحضارات الكبرى كلها من اول اخرها، كل الحضارات، هو في حضاره وقفت على حيلها لما ما اهتمتش بالانسان؟ ما انت عندك الفراعنه، الحضاره الفرعونيه دي كانت في حاجات احنا مش قادرين نفهمها لغايه دلوقتي. الاغريقيه والفينيقيه والفارسيه والصينيه، الكلام ده من اول اخره، دي حضارات وحضارات وقعت. ليه؟ لما الانسان اتغير واعتقد ان هو الاله، واعتقد ان هو اللي عمل الكلام ده كله. هي دي النقطه بقى الرفيعه، انا كانسان لازم اكون مقيم نفسي صح، وعارف كويس قوي ان انا لازم ابذل اقصى جهد واقوى، اوصل لاخر ما وصل اليه العلم، واخر ما وصل اليه التكنولوجيا، واعتمد على الله سبحانه وتعالى بقى في النتائج. وعلى فكرة جميع الدول اللي نجحت في العالم كده، خلي بالك، خلي بالك، يعني ما ناخدش بالحاجات اللي هي يعني ايه واحنا احسن من كده، خلي بالك. ماشي يا استاذ احمد؟ تمام يا طبعا دكتور. ده مش سؤال، ده مش سؤال، ده تعليق جميل، ده تعليق جميل. يعني انت حيي تماما اللي قال كده. ده يعني ايه؟ ده له اكبر تحيه يعني مننا يعني ومن كل الناس. وهو دي الصح، ان الانسان لا يهزم. احنا في 73، هو الانسان هو اللي كرش اليهود من اسمها ايه دي؟ من سيناء، مش كده؟ بس فأنا بشكره جدا، بشكره جدا 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 على التعليق ده، وجميل جدا الحقيقة. الحقيقة في أي حاجة تانية؟ كده تمام، كده كل الأسئلة كده انتهت، كده تمام، مفيش أي أسئلة. في أي حد يعني عنده واحد، أي استفسار يا جماعة، لا أو في أي سؤال هنا سؤال أهو، أو أي تعقيب؟ في سؤال ممكن علاقة الاستدامة بالمباني الزجاجية الحاصلة، وبالذات انها تعتبر تلوث قادم وبقوه في الشرق الاوسط، علاقه الاستدامه بالمباني الزجاجيه الحاصله وبالذات انها تعتبر تلوث قادم. لا انا مش معاك في دي يا باشمهندس عبد الفتاح يحيى. مش معاك في الحته دي. ليه بقى؟ لان حضرتك لو بحثت شويه هتلاقي ان الكلام ده احنا شفناه من 7 8 سنين، وكان مؤتمر كان في السعوديه الجميله، يعني ربنا يعني ايه يعني يبارك في كل العالم العربي والعالم الدنيا كلها، يعني كل الانسانيه. يعني
في مؤتمر المؤتمرات كان في مش فاكر كانت انهي دوله من دول في اوروبا، ان كل الواجهات بتاعتها اتعملت فوتوفولتايك، يعني جميله جدا، وازاز يعني ازاز وشفافه كل حاجه، بس معمول فوتوفولتايك. فوتوفولتايك يعني ايه؟ اللي هي بتاخد الطاقه الشمسيه وتحولها لايه؟ كهرباء، وبتشغل هذا الكلام جوه. يعني النهارده برضه انا عايز برضه اشرح كلمه استدامه. استدامه خلي بالنا، هو اي ناس بتشتغل او بتشتغل بحاجه ملائمه للطبيعه، يعني الاستدامه لفظ كويس كل حاجه، بس الاستدامه في تعريفها الاصلي هو المحافظه على مصادر الانتاج او اللي هي الريسورسز، يعني خلاص المحافظه عليها للقادمين. يعني انا ما فيش مثلا، انا عندي مثلا مناجم كتير اصلا بتاعت اي حاجه ادخل فيها بقى واخلصها واعملها وخلاص بقى يوم الاجل اللي جاي، لا عندي مثلا مزارع، عندي تمام. يعني الاستدامه هي الا اتخطى باستخدامات الريسورسز مصلحه الاجيال اللي وراها. ده التعبير بتاع الاستدامه بالبلدي، يعني من ده للمستقبل. فطبعا المباني الزجاجيه، يعني انا بقول لحضرتك جميل كان سال السؤال ده، ان ما فيش مشكله خالص، ولو اتعمل الصح لا تؤثر بالمره يعني. تمام تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور. طيب يا حبيبي، في اي حاجه تاني؟ لا كده كده خلاص، ما فيش اي اسئله. تمام يا حبيبي، تمام يا حبيبي، تمام يعني كده. عذبناكم النهارده؟ لا خالص والله، لقاءات مع حضرتك ممتعه والله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. نلتقي بكم ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الاحد القادم في نفس الميعاد، وان شاء الله هنبقى نرتب بقى نشوف رمضان نتصرف فيه ازاي. شكرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.